بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الجزء الثاني من المراجعة النهائية من كتاب جيم للصف الثالث الثانوي. أول جملة معايا بيقول لي طه حسين The works أعمال طه حسين are still ما زالت نقط by writers and scholars بواسطة الكتاب والعلماء، فما زالت الأعمال بتاع طه حسين appeared تظهر ولا applied تتطبق ولا appreciated بتتقدر ولا appointed يشار إليها؟ طبعا appreciated appreciated تتقدر يعني، تمام. Parents الوالدين play an important نقط in their children's learning، الآباء بيلعبوا دور بيلعبوا إيه مهم في تعليم الابناء. طبعا رول قاعده ولا رول دور ولا رول يلف ولا ريال؟ لا طبعا هتبقى رول اللي هي دور، اخلي بالي من سبيلنج، تمام. ماري كارير ووز نقط ذا نوبل برايز توايس فور كيمستري اند فيزيكس، ده اسم عالم عاوز يقول العالم ده منح جائزه نوبل مرتين. فطبعا كلمه منح اللي هي كلمه awarded awarded منحة على العلن، أما كلمة reward دي كوفئة كوفئة بكذا مكافأة ما بين صاحب مصنع وعامل ولا حاجة زي كده. أنور السادات was much loved and نقط all over the world، الراجل كان محبوب ونقط في جميع أنحاء العالم. طبعا respected respected محترم، ووضحنا الفروقات كلها ما بين respected و respectable و respectful، وقلنا الفروق دي كلها هو مش جايب أي مشتقات منها، تمام. يوسف the ability قدرة يوسف to speak French إن هو يتكلم الفرنس is very نقط very إيه بقى فيري قدرته ان هو يتكلم فرنساوي. Many companies will want to hire him، كثيره من الشركات عايزه تشغله. يبقى ترى قدرته دي از يجي بعدها صفه طبعا از امبرس اللي هو الفعل امبرسد ولا امبرسيف ولا امبرشن الاسم، طبعا امبرسيف عشان بيتكلم عن القدره حاجه غير عاقل، يبقى القدره مؤثره. We are happy احنا سعداء because the results عشان النتائج بتاعت التستس الاختبارات have been very النتائج نفسها كانت encourage يشجع ولا encouragement كانت النتائج تشجيع ولا encouraged مشجع ولا encouraging مشجعة او مشجع. فطبعا هنا اسم فاعل encouraging، تمام. بعدين نقط is the job of looking after people who are ill، ايه الوظيفة اللي هي بتعتني بالناس اللي هم مرضى؟ الهوسبيتاليتي ولا التيتشنج ولا النيرسينج ولا التريننج؟ طبعا النيرسينج اللي هي التمريض. طبعا في كلمة اسمها نيرساري اللي هي الحضانة، لازم نخلي بالنا منها، تمام، غير التمريض. Before you can fly alone قبل ما تطير لوحدك you need to have a pilots، انت محتاج البايلوتس ايه؟ اكيد طبعا اللايسنس عايز الرخصه مش موافقه ولا درجه ولا كواليفيكيشن مؤهل. تلفزيون اند اذر ماس ميديا التلفزيون ووسائل الاعلام الاخرى ممكن تكون نقط انفلانس ممكن يكون ليها نقط تاثير على الاطفال لو انها استخدمت بطريقه صحيحه، اكيد هيبقى التاثير ده سلبي ولا متهم ولا ايجابي ولا دقيق؟ اكيد هيبقى ايجابي، يبقى الفرق بين نيجاتيف سلبي وبوزيتيف ايجابي، بوزيتيف هي الاجابه علشان معناها ايجابي. هيروت ميني ارتكلز كتب مقالات كتيره arguing بيجادل فيها abusing يعامل بسوء يعني سوء مكتوبه هي سوء معامله young children، يبقى هو كتب مقالات كتيره بيتهم ايه بقى بيجادل ضد سوء المعامله مش مع، ما هي arguing يجادل مع، لا against اللي هي ضده. نقط means الحاجه دي معناها done your own بتعملها بنفسك، تمام، without help from other person من غير مساعده اي شخص. طب الحاجه دي ايه؟ dependent معتمد على النفس reliable موثوق به بولو سولو طبعا اكيد سولو اللي هي الطيران المفرد او الحاجه اللي انت بتعملها لوحدك سولو يعني حاجه لوحديك، تمام. وي ارنت الاود مش مسموح لنا تو كامب ان ذيس لاند ان احنا نعسكر في الارض دي وذاوت ذا اونرز من غير اذن المالك، عاوز يقول كده. فيا ترى الاذن ده بقى هيبقى انكليجن ولا الوانس ولا بيرميشن ولا ريسك المخاطره؟ اكيد هتبقى بيرميشن اللي هي الاذن. My aunt عمتي was نقط that her children هي بقى بيقول ان يعني وافقت ولا قبلت ولا ايه ان اطفالها ينبغي ان يكون
يكونوا أفضل، أن يعلموا أفضل تعليم. فهي كانت ديترمايند، عاقدة العزم ومصممة على كده، ولا هي مقررة ولا موافقة ولا مقبولة؟ طبعا أكيد ديترمايند اللي هي عاقد العزم أو مصمم على ألا. On your first day، في اليوم الأول in your new job، في الوظيفة الجديدة بتاعتك، you should make a good، لازم تعمل make good إيه؟ Expression، تعبير كويس، impression، انطباع كويس، depression، اكتئاب كويس، tradition، تقليد. لا طبعا هتبقى impression، impression انطباع، انطباع الناس تاخد عنك فكرة كويسة، ملتزم ومؤدب وهكذا. It's important to find a form of exercise، من المهم ان تجد form يعني شكلية تمرين كده، يعني حاول انك تاخد لك ايه اي تمرين كده تعمله. That not your lifestyles، الكلام ده هيعمل ايه مع اسلوب حياتك؟ هيخاطر بيه ولا يفحصه ولا يتناسب معه ولا يتكيف؟ طبعا suits، يتكيف مع يتناسب مع اسلوب حياتك. As well as writing books، بالاضافة الى كتابة الكتب. On نقط and culture، على كذا والثقافة. دكتور عيشة also wrote poems، كتبت قصائد. يبقى هي بقى culture حضاري او ثقافي، يبقى كتبت هي الكتب بتاعتها on ايه بقى؟ on social، on social ولا insociable ولا on society ولا invertiety؟ طيب نمسك الاولى social. سوشال دي عايزه اسم بعدها عشان يوصفها. سوشابل دي توصف شخص، اقول ان الشخص ده اجتماعي. سوسايتي المجتمع نفسه. فاريتي اللي هي تنوع. طب كلتشر الثقافه. طب يبقى اذا هنا هاخد سوسايتي عشان اخد اسم معطوف على اسم. تمام، يبقى ايه؟ اون سوسايتي. تمام. عائشة عبد الرحمن هيلبت تو امبروف، ساعدت ان هي تحسن. ومنز نقط ان سوسايتي، ومنز سايت موقعها، دي بوزيشنز بوست بوزيشن، اكيد بوزيشن موضعها ومكانها في المجتمع. نقط تشيكس ذات سمثينج، الحاجة دي بتفحص ان شخص ما از اوف ا جود انف ستاندرد، ليه معيار جيد كافي. and that rule are being obeyed، والحاجه دي ايه؟ يمكن ان ايه ان هي obeyed، يعني ايه تطاع او ان هو يعني ايه ينفذ اللي فيها. طيب المهم بقى، مين الشخص اللي هو بيفحص الحاجات دي؟ يا ترى الكوليكتور الجامع للحاجه، الانسبكتور المفتش، ولا الكوندكتور الكمثالي، ولا الانفستيجيتور المتحري؟ طبعا التشيك، خد بالك من التشيك، بيفحص شيء ما كويس بدرجه كافيه، يبقى ده الانسبكتور المفتش. تمام. مدير المدرسه اللي هي التيتشر طلب من المدرس تو نقط از ميني تشيلدرنز بوسيبل ذا جيم. طبعا مدير المدرسه بقى يا ترى طلب من المدرس ان هو يعمل ايه، لان كثيرا من الاطفال از بوسيبل از يعني اكسكلود يستبعد مثلا، ولا انكلوز يرفق، ولا انكلود يشمل، ولا كونتين يحتوي على. طبعا اكسكلود دي يستبعد، واحنا هنستبعدها. انكلوز يرفق شيء بشيء، هنستبعدها. انكلود يشمل، يعمل كذا بالاضافه الى كذا، كونتين يحتوي على شيء بداخله، يبقى اذا هي هنا ايه؟ انكلود، عشان يبقى يشمل الاطفال. ماي فريند، صديقي، ولد نقط فاميلي، الفاميلي بتاخد انتو، دي حاجه معروفه وقديمه. تمام. هليكوبترز هاف بين سنت انتو الهليكوبتر ارسلت لكي ريسكيو، لكي تنقذ ذا نقط سولجرز from the war zone. يبقى الهليكوبتر have been sent into rescue، ارسلت لكي تنقذ the نقط soldiers، الجنود الايه يا ترى؟ عايز يقول لي الجنود، الوند جرح، الوندد مجروح او جرحى، الوندنج الجارح بقى، الوندس الجروح، لا يبقى الوندد بالاي دي، الجنود الجرحى، الجنود الجرحى. دكتور عيشه's work، العمل بتاع الدكتور عيشه، not much of her personal life، عايز يقول لي استحوذ، يعني اخذ من وقتها كتير، وطبعا التعبير ده اسمه took up، took up، استغل، اخذ حيز من وقتها يعني. تمام. He joined the university، الراجل ده التحق باليونيفرستي نقط، as a researcher assistant، طبعا عايزين نقول stuff، stiff وستاف وستاف وكرو، طبعا كرو طاقم سفينة أو طائرة هنخرجها بره الحوار. وستاف دي تدي معنى مادة أو قاذف أو يعني أمتعة شيء، وستاف فريق العمل، وستيف دي صلب، يبقى إذا هو قصده على فريق العمل. بس خدوا بالكم من الحروف والسبيلنج. The radiation leak
تسريب الإشعاعي has had a disastrous disaster كارثة disastrous حاجة كارثية يعني on the environment affect يؤثر affection تأثير effect تأثير prospect بره الحوار وافكت يؤثر بره عشان انا محتاج اسم هنا لان دي صفه والصفه تسبق الاسم صح صفه تسبق الموصوف يبقى انا محتاج اسم يا ترى هياخد بقى افكشن ولا افكت وايه الفرق بين الاثنين افكشن تدي معنى العاطفه والحب والشعور اما دي تاثير عادي فعشان كده انا هاخد تاثير كارثي مش تاثير محبه وعاطف تمام فهضطر اخد افكت I missed my flight to Paris. أنا فقدت مش عارف إيه لباريس because I arrived at the airport late عشان وصلت للمطار متأخر. يبقى فقدت ال curious ولا التور ولا الفوياج ولا الفلايت. الراجل رايح باريس يعني رحلة طيران يبقى لازم فلايت. Schools المدارس should train children ينبغي أن تعلم الأطفال to be إن هم يكونوا نقط to elderly people دي بقى اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنها وجت اول حاجة respect ده الفعل نفسه يحترم اما respected محترم وتصف الاشخاص ويأتي بعدها اقول فلان is a respected teacher respected man كده يعني اما respectable تيجي مع الاسرة respectable family ده جاي من يظهر يعني هو جاي من مكان محترم respectful بقى ده اللي برضو محترم بس ايه حاجة تظهر للآخرين فعشان كده الأطفال ينبغي أن يكونوا محترمين بالنسبة للكبار يعني يحترموا الكبار من باب التقدير يعني ده احترام واجب عليهم إنما ده مثلا محترم من نفسه ده بقى جاي من مكان محترم تمام عشان كده هنا الإجابة هتبقى respectful طالما إن الأطفال اللي هيظهروا الاحترام للكبار تمام مستر فؤاد put his son حط ابنه in نقط أوف طبعا ده تعبير محفوظ ومعروف in change ولا in share in charge ولا recharge ولا charged طبعا charge of in charge of اللي هي مسؤول عن اللي تساوي كلمة responsible for I think you should have suitable أعتقد إنك لازم يكون عندك إيه مناسب علشان تتقدم للوظيفة contract ولا permission إذن ولا رخصة ولا qualifications طبعا qualifications يكون عندك المؤهلات المناسبة للوظيفة ذا نقط آر meeting today يا ترى مين اللي هي في meeting today ده هيتقابل النهاردة to discuss عشان يناقش ال company's future plans عن خطط الشركة المستقبلية الممثلون ولا المديرون ولا الكتبة ولا العملاء أكيد الدايركتورز اللي هم المديرون ذا ترافل اجنت وكيل السفر هاندد مي ا كوبي اداني نسخه من زير سمر ترافل نقط من حاجه بتاعت السمر ترافل بتاعتهم تو تشوز ذا بليس علشان يختار المكان فور ماي هوليداي طبعا ترافل ريسيرش ولا ترافل نيوز بيبر ولا ترافل بيبر ولا ترافل بروشر اللي هو الـ الكتاب بتاع السياح وكده طبعا اكيد هيبقى ترافل بروشر هو على اساس ان هو كتيب صغير واديله نسخه منه تمام امال يقول رحله وهو توكيل سفريات وكده طيب فور تايم للحظه دكتور عيشه وركت از ا ريسيرش او لفتره من الوقت يعني الدكتور عيشه اشتغلت كريسيرش نقط ات يونيفرستي في الجامعه بايع يعني ولا اسيستنت ولا تيتشر ولا كولجي اكيد اسيستنت باحث مساعد يعني Father always says الأب دايما بيقول that he is really appreciative مقدر هنا هو مقدر عاوز حرف الجر اللي بعديها طبعا appreciative of مقدر لي تمام الوحدة الخامسة مايكروسوفت كوربوريشن شركة المايكروسوفت بقى دي أو الشركة الكبيرة بتاعتهم is the world's biggest software نقط طبعا سوفت وير ايه هي discoverer ولا publisher ولا explorer ولا editor طبعا ببلشر ناشر ذا فيلم تيلز ذا الفيلم بيقول لي كذا نقط ستوري اوف وور بتاعت الحرب فيكتيم اند هيز سفرنج تاني الفيلم بيخبر الايه بقى بيخبر الموفينج ولا البليزد ولا الافكتيف ولا الهيلبفول ستوري القصه الكذا بتاعت الحرب بتاعت ضحايا الحرب يعني ضحايا الحرب يبقى ده شعور بالحزن طب يا ترى شعور بالحزن اخد لها ايه اخد لها موفينج ستوري موفينج ستوري الوحدة الخامسة لو فاكرين طب ما صح ما احنا قدام الوحدة الخامسة اهو طيب دكتورز الدكاترة
كيبت ذا اولد مان نقط، خلوا الراجل الكبير نقط، اون الايف سبورت ماشين. طبعا هنا عايز يقول لي حطوه يعني على ايه، على آلة اللي هي ايه بتسحب النفس كده وبتشد يعني. فهم كده يعتبروا ايه، يعتبروا خلوه ميت ولا مفقود ولا مشغول ولا على قيد الحياة؟ اكيد على قيد الحياة، الايف. This job بالوظيفة دي is a نقط and exciting one، الوظيفة دي كذا ووظيفة مثيرة. That will offer you، تتعرض ليك the chance، الفرصة to develop your skills، انك تطور مهاراتك. طبعا يبقى this job is a challenge ولا challenged ولا challenging ولا unchangeable. طبعا برضو challenge تحدي و challenge صفة، انا عايز challenging اللي هي اسم الفاعل بنفس الطريقة زي encouraging مشجع، متحدي يعني الوظيفة دي متحدية كأنك تحصل على الحاجات دي. My father has always told me، بابا اخبرني، that it is important never to break my، ان هو ايه بقى، ان هو break my ايه، هيخالف بقى نك الرقبة، يكسر رقبته يعني، ولا بروميز وعده ولا ريكورد ولا لو القانون. طبعا اكيد بروميز ان هو يخالف ايه وعده. المترو هاد تو ستوب، المترو اضطر ان هو يقف، بيكوز ذير ووز ا بروكن وان نقط، كان في كسر فين بقى اكيد، او سوري بروكن المفروض كان جاب لها داون عشان يقول تعطيل، تعطيل وان اهيد، اهيد يعني امامه، فكان في تعطيل امامه يعني في المترو اللي قدامه، تمام، او كسر. ذا كونسرت هول، الصاله بتاعت الحفله، ووز هوت اند كراودد، كان فيها الجو حر ومزدحم، اند سيفرال بيبل، وناس كتير، اتنفست، اتزلقت، فيدت، فينتت، طبعا من غير كلام، فينتت يعني اغمية عليها. اما فيتت دي معناها ايه يعني، يعني ايه يخفق ويبهت كده يعني، يتعب شويه برضو بس مش يغمى عليه يعني، تمام. طيب ماي باك ريلي، ماي باك ظهره هو حق النقط، افتر موفينج ذوز هيفي بوكسز، بعد ما هو نقل الصناديق التقيله دي اراوند اول داي، تقريبا طول اليوم، يبقى ظهره ايه، بيتحرك ولا بيريحه ولا بيألمه ولا بيقف؟ طبعا اكيد اكس، بيألمه. The doctor gave me some pills، الدكتور اداني بعض الاقراص، تو نقط زبين، علشان اخفف الالم. طبعا احنا اتفقنا ان في كول وايز، هو ما جابش كول، فاحنا هناخد ايز، ايز زبين، يريح الالم، وهو ده التعبير اللي معايا في الكتاب، او يخفف الالم، تمام. طيب بعدين all the police's efforts، كل جهود الشرطة عشان يجدوا القاتل، مردير يعني قاتل، وير النقط، he escaped، هو هرب، يبقى جهود الشرطة كانت ايه، in vain، طبعا التعبير اللي هو بلا جدوى. you have to pay extra money، انت محتاج تدفع فلوس زيادة، مضطر تدفع فلوس اكتر، علشان تكون نقط in this club، علشان تكون ممبر، عضو، لان اورجان ده عضو جسم، انما دي ممبر، عضو في نادي، في اسرة كده. the priest هو نقط people at church is an old man، طبعا برايست قصدهم هنا معناها قسيس يعني اللي هو الكاهن او بتاع الكنيسه الكبير يعني، تمام، فهو اللي بيجوز الناس يعني، فهو عاوز يقول لي كده هو مارد ولا جوت مارد ولا مارج ولا ووز مارد، يعني اللي زوج ولا هو اللي تزوج ولا اللي بيزوج، اكيد هو عاوزني اقول له اللي هو مارد، مارد بيبول، مارد بيبول، عشان يبقى يزوج الناس، زوج الناس، تمام. بريف فاير فايترز، رجال المطافي الشجعان، وير ايبل تو دو نقط ذا تشيلدرن اوف ذا بيرنينج هاوس، يبقى رجال المطافي الشجعان هيعملوا ايه للاطفال في البيت المحترق؟ اكيد ريسكيو، هينقذوهم، مش يغرقوهم ولا يؤذوهم ولا يعاقبوهم. الطالب بقى كان اخبر ان يفعل بعض النقط قبل الامتحان، بعض الريبير تصليح يعني، ولا ليميت الحد، ولا تشيك، ولا ريفيجن المراجعه، طبعا واضحه ان هي تبقى ريفيجن المراجعه. النقط از ا لارج سترونج بيلدينج، مبنى كبير قوي وفي سيك وولز، حوائط كثيفه كده، بيلد تو بروتكت ذا بيبول انسايد فروم بينج اتاكد، اتبنى علشان يحمي الناس اللي من ان هم يتهاجموا. الكوتاج زي كهف وكده، الكاسل القلعه، نرسر الحضانه، بريزون السجن، اكيد هتبقى الكاسل القلعه. My mother، مامته، was overcome with نقط and burst into tears،
يعني كان يتغلب عليها الكذا وانفجرت من العياط، يبقى ايه اللي تغلب عليها؟ الانذار ولا الالم ولا الهدية ولا العاطفة؟ اكيد ايموشن، العاطفة، وانفجرت بيه الدموع. المؤلف، اسم المؤلف طبع تحت نقط اوف ذا نوفل، اكيد تحت عايز يقول لي تحت عنوان الكتاب، يبقى عنوان الكتاب ده هيبقى اسمه ايه؟ تايتل، مش عنوان البيت ولا الغطا ولا ال ايه دي اللي هي الاخيرة دي اللي هي الير، السنة يعني. تمام. بعدين بيقول لي بقى I know، أنا عارف the first note of this poem، الحاجة الأولى من القصيدة دي، بس أنا ما بعرفش بالظبط إيه اللي جه بعديها. يبقى هو قصده كده على النسخة ولا التعبير ولا البيت الشعري؟ طبعا يبقى البيت الشعري على طول، الفيرس. تمام. بعدين بيقول لي الخبراء ينصحوننا not to نقط ماتش تايم، مش إن إحنا نعمل إيه وقت كتير، on chatting with our internet friends. طبعا اكسبيرتس الخبراء بينصحوننا not to much time on chatting، ندردش مع اصحابنا، يبقى نهدر، يبقى ويست، يهدر وقت كبير مع الدردشه، المذاكره اهم. It was easy for us، كان من السهل لينا to نقط the short story، ان احنا نعمل ايه للقصه القصيره ونغير اسلوب الكاتب ببساطه. يبقى هنا بقى هنتعاون يعني، ولا نقدرها ولا نقدر التاني، ولا بارافريس نعيد صياغتها؟ اكيد هو عايز بقى بارافريس اللي هي يعيد صياغة. all social network، كل السوشيال نتورك، الويب سايتس، المواقع التواصل الاجتماعي، ويلكم، بترحب بمين بقى؟ فروم بيبول هو فيزيت ذيم، طبعا بترحب بالمحتويات ولا التعليقات ولا الحسابات ولا الدعاوي؟ طبعا طبعا الكومنتس اللي هي التعليقات هي اللي تهمهم. يلا عايزين تعليقات تحت الفيديو احنا كمان، انتوا هو تحلوا انتوا تعليقات هنا وتسيبوا التعليقات بتاعتنا؟ لا، علقوا لنا تحت الفيديو. طيب my friend is home، البيت بتاع صاحبي is different، different بتاخد حرف الجر from، طب هو ما جابش from. طيب نكمل الجملة ونشوف. different تو موجودة. طيب different hours، different two hours، it's bigger، يبقى مختلف عن بتاعنا لأنه أكبر. if you don't have olive oil، لو ما عندكش زيت زيتون، you can use sunflower oil، استخدم زيت عباد الشمس. هيستخدم كلمة بدلا من اللي هي instead، instead استخدم ده بدل ده، وهي تيجي في آخر الجملة عادي. staying up late، كونك بتسهر متأخر بالليل، can have a نقط effect on your health، الكلام ده هيعمل تأثير على صحتك. يبقى أكيد المرة دي التأثير هيبقى إيه؟ هيبقى نيجاتيف، سلبي، مش هيبقى إيجابي زي اللي خدناها من شوية. مهس كواليفيكيشنز، المؤهلات بتاعت مها ومهاراتها، convinced the inventor the interviewer that she was not for the job، أقنع الراجل اللي بيسألها عن الوظيفة إن هي كاملة ولا ولا فلوينت، يعني طليقه في اللغه، ولا افكتنج ولا امبريزد. طبعا اكيد هنا قصده على كلمه بيرفكت، ان هي ايه تماما يعني، تمام تلبس في الوظيفه دي. she was hit on the head، هي اتخبطت على دماغها بحجر، and knocked، اكيد وقعت على الارض، نوكد الايف، وقعت حيه ولا فاقده الوعي ولا على وعي ولا بلا استخدام؟ طبعا اكيد unconscious اللي هي فاقده الوعي. looking after big family، لو انت بتعتني باسره كبيره، is really a heavy burden، عبء ثقيل هذه الايام، مش مهم بقى ولا عمل ولا ايه، راح عب. خلي بالك من الكلمات بتاعت خمسه، كلمات حلوه وموضع امتحان. whatever you think of أحمد شوقي، طبعا مهما تفكر أو تعتقد في أحمد شوقي نقط، it's certainly liked by many people، فعلا ناس كثيرة بتحب أحمد شوقي لشعره الجميل، وكمان مدحه في سيدنا رسول الله وكلامه العقلاني جدا يعني، فطبعا poetry، poetry الشعر بتاع أحمد شوقي الناس كلها بتحبه. as the sky، بما ان السماء نقط، we were able to see where we were، يبقى السماء كده مضيئة ولا باهتة ولا ولو خافقة يعني اللي احنا قلناها من شوية، ولا داركند مظلمة ولا لايتد، خد بالك من لايتد واللايتند وايه الفرق؟ طبعا لايتند اللي معايا جاية من البرق، البرق مضيء ليها يعني، اما لايتد دي اضاءة عادية، خلاص يبقى احنا نجري على البرق عشان ده كلام في السماء. تمام. ومن النساء هاف ناو تيكن اون ميني رولز، اخدوا ادوار كتيرة
ذات وير نقط فور من اللي هي كانت اساسا للرجال، اكسيدنتلي يعني مصادفه، ولا ديليبريتلي عمدا، ولا انتنشنالي نيه ناوي النيه على كده، ولا تراديشنالي تقليديا. طبعا هي تراديشنالي اللي هي كانت حاجه معروفه للرجال، اخدوها مننا احنا غلابه لينا الله بقى. طيب الواحدة الستة، المانجر اسكت ذا نيو كليرك، المانجر طلب من الموظف الجديد تو فينيش ذا كومباني نقط بيفور ذا ويك اند، هيخلص السكيلز مهارات الشركة، ولا الاتشيفمنتس الانجازات، ولا الاكونتس الحسابات، ولا اللوزز الخسارة. طبعا ربنا ما يجيب خسارة، يبقى هو كده قصده على الاكونتس. ماي كازن وركس از ا نقط، ابن عمي يعمل كنقط، افوتوغرافر كايه فوتوغرافر هنا، ترافلز بيروح اماكن براحته وبيسافر ومحدش ليه عنده حاجه، يبقى اكيد فريلانس اللي هو عامل اعمال حره. دكتورز الدكاتره بيليف ذات يعتقدون ان نقط اكسرسايز التمرين بشكل كذا حيوي للصحه بشكل جرادوال منتظم، جرادوال سوري تدريجي، ريجيولر منتظم، دول غبي يعني او كئيب، بعدين كوستوم عادة. لا طبعا هيبقى ايه ريجولر بشكل منتظم هو اللي مفيد للصحة. If we can't meet the نقط، لو ما قدرناش نقابل النقط، our company الشركة بتاعتنا will have great losses، هيحصل لها خسارة كتير لو ما قدرناش نقابل ذا ايه، ذا اند لاين، ولا ذا سبيد لاين، ولا ذا ستارت لاين، ولا ذا ديد لاين. مين فاكر الكلمة دي اللي معناها الموعد النهائي؟ حد فاكرها؟ طبعا الديد لاين اللي هو الموعد النهائي. ذا لوير المحامي اعتذر وقال ان هو ما قدرش نقط اني مور. الفعل اللي برضه في نفس الوحده السادسه، تيك اون، تيك اون بقى اللي هي ايه، يعمل شغله بقى في هذه اللحظه. كاستمر سيرفيس الخدمات بتاعه العملاء، الكتبه يعني بتوع خدمات العملاء، بيستلموا او بياخدوا تدريب خاص علشان يساعدوهم يتعاملوا مع الديفيكالت اوفيسرز الضباط الصعبين، ولا الديليرز، ولا السيلرز، ولا الكلينتس. اكيد طالما ان هم خدماء عملاء يبقى كده قصده على العملاء، كلينتس العملاء. تمام. الايام دي الفريق العمل الجماعي حاجه مهمه جدا لاي شركه طبعا، علشان كده بيساعدنا ان احنا نبقى سوشال اجتماعي بس مع الاشياء، فلوينت طليق، سيبريت منفصل، سوشابل شخص اجتماعي، يبقى هي ايه شخص اجتماعي. ذا ريبورت اباوت التقرير عن النيو ديزيز، عن المرض الجديد، ووز اكسبتد باي وورلد هيلث اورجانيزيشن، معروفه لمنظمه الصحه العالميه. اويل اند وودر، الزيت والميه، دونت ميكس، ما بيختلطوش مع بعض، عارفينها لان الزيت اخف من الميه. اند ايفن اف، وحتى لو انت شيك زم خلطتهم ببعضيهم زي نقط، انتو تو لايرز. طبعا زي السيبريت هنا بقى ينفصلوا لطبقتين، ده فوق وده تحت. اكزامز الامتحانات ار نقط، سو ستودنتس فيل اندر بريشر. احنا دخلنا في شهر ثلاثة وبتبدأ طلبة الثانوية العامة يجي لها اسهال وألم في المعدة والحاجات اللي كانت بتجيلنا زمان دي أيام الامتحانات، الله يكون في عونكم. المهم بقى الاكزامز الامتحانات ار نقط، طبعا ار ايه بقى، عايز يقول لي مضغطة أو مهلكة، بس احنا إن شاء الله قدها وقدود وهنحقق بإذن الله كل ايه، كل أحلامنا إن شاء الله. طبعا هو عايز هنا كلمة بقى مضغط يعني، أو الأحلام هي الامتحانات دي ستريسفول اللي هي الأخيرة هي اللي ضغط على الطلبة يعني. تمام ستريسفول. موست اوف اس معظمنا ورك هارد، يعمل بجد، تو نقط، ورك اند فاميلي ديوتيز، علشان ايه؟ علشان يزن العمل و خدمات الأسرة يعني، ولا ما هي دي وي يزن، ولا بالانس يعمل لها توازن بين هنا وهنا، ولا ميجر يقيسها ولا يضيقها. طبعا بالانس اللي هي يعمل لها توازن. ميني بيبول، ناس كتيرة، ار ناو دلوقتي نقط، فروم ذا ستريس، بيعانوا من الضغط بتاع الحياة. طبعا فيلينج يشعر، فيرينج يخاف، سفرينج يعاني، وهو في يبقى عايزنا نجي يبقى سفرينج، والرابعة مش واضحة، اكيد سفرينج يعاني. الجبر نمنت من نقاط، الحاجة الأساسية بتاعت الحكومة دي إن هي تحسن الإيكونومي. يا رب يا رب، ده بتاع ربنا بقى. التاسك اللي هي المهمة، ولا البروفيشن اللي هي المهنة، ولا البوزيشن الموضع، ولا الكارير. طبعا التاسك المهمة بقى. وان ديس ادفنتج، واحدة من عيوب الحياة في المدينة، إذا نقط اوف سيف بليسز، الأماكن الآمنة. طبعا ليك تسريب بقى، ولا ليك، ولا ليك بحيرة، ولا لك حظ. طبعا هتبقى اللك دي اللي هي نقص، نقص المناطق الآمنة، يعني إيه قليل انك تلاقي حتة امنة يعني غير الريف وكده.
The residents mean demand النزلاء الطلب الأول بتاعهم إن هم نقط the amount of heavy traffic using the مش باينة بس إن هم to limit limit يحدوا يعني يحدوا من الكمية بتاعت زحمة المرور. The young footballer hurt his arm اللاعب الشاب اتصاب ذراعه in a نقط session last Friday في محاضرة اما هو لاعب اكسرسايز تمرين تريننج تدريب سين يعني مشهد سين يعني مشهد يبقى هو هنا عايز يقول لي في تريننج تدريب تدريب الكورة اسمه تريننج اما ده تمرين انت بتعمله بنفسك. I always need some notes انا محتاج بعض الملاحظات to نقط مي what to say to tell me عشان تقول لي هقول ايه ولا تذكرني سوري اتذكر من تلقاء نفسي ولا ريمايند تذكرني ولا فورجيت انسى اكيد ريمايند علشان هي اللي تذكرني. I am lucky انا محظوظ because my job عشان الوظيفة بتاعتي has نقط hours فيها ساعات كذا I can come اقدر اتي بقى وايه واوصل ماتش I want واعمل اللي انا عايزه فيها يبقى الساعات دي ايه بقى فيكسد ثابته ولا تف قاسيه ولا ستريكت صارمه ولا فليكسبل مرنه اكيد الساعات دي فيها مرونه يعني يعرف يعمل اللي هو عايزه. If you carry نقط is spending money like that you will end up in debt تمام لو فضلت ان انت تستلف الفلوس دي او تصرف فلوس كده اكيد هتقع في دين وهتستلف فهو عايز حرف جر بعد كاري يدي معنى ان هو ايه بيهدر او ايه بيهدر الاموال دي والفلوس دي تمام طبعا احنا خدناها كاري اون كاري اون فضلت انت تحمل على صرف الفلوس صرف الفلوس لما ما بقاش. I am taking money انا باخد سوري taking ايه مندي دي ولا ايه I am taking مندي انا باخد يوم الاثنين اوف فاكيد عطلة بقى تمام to go to visit عشان اروح ازور ايه مش عارف مين في الهوسبيتال يبقى اذا هياخدوا اوف اللي هو اجازه. ذا نقط اوف ذا ريسيرش الحاجه بتاعت البحث دي انك انت تكتشف اسباب الامراض يبقى الكونسيكونس الريزلت الريزون فور ولا اوف اوف بربص يبقى خلاص ناخد البربص بقى الغرض من هذا البحث السبب كانت عايزه فور تمام يبقى ناخد بربص. النيو نقط سيستم might be the solution to company's problems a new ايه بقى system might be the solution to the company's problems a new management ولا a new head ولا a new section ولا a new organization طبعا management الإدارة الجديدة بتاعت النظام ينبغي أن تكون كذا وكذا وكذا للشركة. The bill الفاتورة of the restaurant فاتورة المطعم يعني نقط the tax عايز يقول لي شاملة شاملة الضريبة تمام حتى الأكل يا ربي يبقى ناخد انكلود اللي احنا خدناها من شويه تتضمن او تشمل الضريبه اما دي يتكون من ودي يرفق كذا بكذا ودي يحتمل على شيء بداخله وضحناهم. مستر هاني اولويز نقط هيز تشيلدرن واتش كارتون اون ساتردايز يبقى الراجل ايه اللايسنس بيرخص لهم ولا بيرميتس بيسمح لهم ولا الله برضه بيسمح لهم وتاخد بعديها تو المصدر يبقى مش هتنفع هنا ليتس بتاخد بعديها المصدر بس يبقى ممكن تنفع هنا. طيب يبقى احنا كده عندنا بيرميت يسمح وعندنا ليت برضو بمعنى يسمح بس احنا هنا بقى هناخد ايه هناخد ليتس عشان هي المستخدمة معانا في الدرس تمام. وبيرميت دي تنفع ايه يعني تنفع تصريح زيارة لحد فالجماعة عايزين يشاهدوا افلام يعني فدي مش عايزة تصريح افتح تلفزيون وشاهد. يانج بيبول الناس الصغيرة نيد هيلب ويز تشوزنج ا سيتابل الشباب الصغيرة محتاجة مساعدة بان هي تختار سيتابل ايه بقى سيتابل سالري مرتب ثابت مناسب قصدي ولا باي اجر او راتب ولا اوكيوبيشن مهنه ولا ورك عمل طبعا هنا قصده على اوكيوبيشن بقى ما عايزين مساعد ان هم يختاروا ايه مرتب ده ما حدش بيختاره يبقى يختاروا اوكيوبيشن. ماي فريندز اصحابي وانا استي النقط باي ايميل stay in compact ولا connect ولا attract ولا contact حلوين دول. طيب احنا اللعب بتاعنا عايز يقول ان انا بوصل بتواصل معاهم connect دي يعني يوصل شيء بشيء يبقى مش هاخدها. طيب attract دي يجذب مش معانا هي وكومباكت يبقى انا هاخد contact contact على اتصال على اتصال بي. my sister اخته was barged عوقبت because she rudely بوقاحة يعني نقط فازر سبيتش اعترفت ولا قاطعت ولا وصلت ولا افسدت طبعا اكيد interrupted اللي هي قاطعت حوار ابيها او خطبة ابيها.
بيكينج كيك ازنت ديفيكالت، لو هتخبي لو هتعمل كيكه ده مش حاجه صعبه. اتس جاست ا ماتر اوف فولوينج ذا، يا دوب بس انت هتتبع الايه، الريسبت ولا الفورم ولا الريسيبي ولا الفورمولا. طبعا الريسيبي الوصفه. ماي انكل از كين ان، متحمس لي، سبيندينج انف، هيقضي وقت كذا كافي، ويز هيز تشيلدرن افري داي، مع اولاده كل يوم. الوقت ده كوانتيتي، كميه وقت يعني، ولا بريس ضغط وقت، ولا كواليتي جوده وقت، ولا بيزي مشغول وقت. طبعا اكيد هو عايز كواليتي، انف كواليتي، طيب يعني وقت كويس. ذا تور جايد، المرشد السياحي، جيف مي سام، اداني بعض النقط about the best places to visit in Cairo. يبقى ده خريطة ده ولا ايه؟ تاب، تاب ده بتاع التاب، التاب اللي احنا بنقول عليه تاب، تابلت وكده، تمام، اجهزة يعني. والتيبز دي اشرطة، شريط البرشام بتاع اسمه تيب، وشريط برضو بتاع التسجيل وكده. توبز دي النحل بقى، النحل اللي هي بيلعبوا بيها الاطفال، اسماء لعبه يعني، تمام. طب والتبس دي اللي احنا بنقول عليها، فين التبس؟ التبس يا عم الحاج، التبس بتاعنا البقشيش، بس هو هنا مش جايبها بمعنى بقشيش، هو جايبها بمعنى ايه، تلميحات او نصائح يعني، تمام. طيب ريفيجن بي بقى بيقول لي ذا كونسرت اللي هي الحفله الموسيقيه، ووز نقط ايفنت، كانت حدث كذا، تو كولكت ماني، عشان تجمع الفلوس، فور ذا بور، للفقراء. يبقى كانت بروفيتابل ولا تشيرتابل ولا سوشابل ولا بوسابل. هو هنا بيقول لي الحفله الموسيقيه كانت مربحه ولا كانت حاجه خيريه. طبعا اكيد بيلعب على حاجه خيريه يعني، تمام، عشان قال لي في بور في الاخر، يبقى تشيرتابل. She discussed the idea، هي ناقشت الفكرة، with some of her نقط at the office، with some of her ايه بقى، of her classmates، مع زمايلها، الفكرة مع زمايلها، ولا competitors المنافسين، ولا colleagues زملاء العمل، ولا rivals. طبعا طالما هو بيتكلم على فكرة وتمت النقاش في الفكرة دي، يبقى عملتها مع زملاء العمل، يبقى دي بتتكلم على عمل، تمام، يبقى ناخد colleagues. She has a luxurious lifestyle، اسلوب حياة مرفه، which most people would، اللي معظم الناس نقط here for، يا ترى معظم الناس ايه، بي تحسدها عليه، ب despise يعني يحقد، او يحقد يعني، او يكره، ودي تيست دي نفس المعنى، يبغض وكده، ودي بلوي دي يشن حرب، فطبعا اكيد بيحسدوها عليه. الخبراء يعتقدون ان نقط ستودنتس، ان نوع من انواع الطلبه يعني، عاده جيت بيتر بيحسنوا درجاتهم احسن من الميل. يبقى هو كده عايز الفيميل، ما هو هنا جاب لي ميل، يبقى عايز عكسها اللي هي ايه، الفيميل. طيب ماي فريند ياسر، صاحبي ياسر، دايما يكون نقط افان، مشجع لريال مدريد، يبقى الراجل ده كاره، ولا ديس لويال مش مخلص، ولا لويال مخلص وعنده ولاء، ولا اوبوزنج معارض. طبعا اكيد طالما ده دايما يبقى لويال مخلص. اتس بيليفد، من المعتقد ان البيبول بروت اب، ان الناس اتربوا او يعني تاقلموا على different times، اوقات مختلفة، ان هم ياخدوا فيها different social vices ولا values ولا qualities ولا firmes. طبعا قيم، قيم اجتماعية، الناس ماشية على قيم اجتماعية معينة. ال hospital has asked various نقط organizations to help raise money for the new section. يبقى هي كده عايزة ايه، عايزة تجمع فلوس للفرع الجديد اللي عندها يعني، عايزة تجمع فلوس لسكشن، قسم جديد في المستشفى. يبقى هي الهوسبيتال طلبت various economic، اقتصادي ولا بروتوفوبل، مربح ولا سوشابل، اجتماعي ولا voluntary، تطوعي. طبعا طالما هي قسم جديد وكده يبقى اكيد تطوعي. My brother got a job putting up نقط for the concerts and the other advertisements. My brother got a job، حصل على وظيفة. Putting up، حط يعني كده،
للكونسرتس، للحفلات والاعلانات يعني. فهو حط نوتس ولا بوسترز ولا سيجنالز ولا ووردز؟ اكيد بوسترز اللي هي الملصقات. اي هوب ذات ماي امبلوير، اتمنى ان صاحب العمل بتاعي ويل جيف مي، هيديني بروموشن، ترقيه بقى فيه. ايوه اهو I get promoted، اترقيت. Working with those good people، ان انا هشتغل مع الناس الحلوين دول، helps me، بيساعدني to be a little more حسود يعني، ولا deceitful مخادع، ولا tolerant متسامح، ولا hateful كاره، كلهم معاني سلبية ما عدا متسامح. اكيد تبقى هي الاجابة tolerant متسامح. During her life، اثناء حياتها، هنبدأ طبعا هنا بتمارين اللونج مان بعد ما خلصنا الجزء الاول من الفوكاب. During her life، اثناء حياتها، الدكتوره عائشه helped to نقط women's position، ساعدت ان هي تعمل ايه لموضع المراه في المجتمع المصري، تثبته ولا تحركه ولا تحسنه ولا تزيله، طبعا improve، يحسن، تحسن وضع الايه المراه. دكتور عائشه used to go with her father، اعتادت ان هي تروح مع ابوها في الميتنجز، الاجتماعات، at which، عشان كده نركز على at which مع كلمه الاجتماعات دي، تمام. She نقط to read and write، طبعا هي بقى ايه عايز يقول، اتعلمت ان هي تقرا وتكتب. اتعلم، يتعلم، اديوكيت، ده اديوكيت، اديوكيت، علم، دايما تيجي في صيغه المبنيه للمجهول، فلان علم كذا، انما ليرن يتعلم من نفسه بقى، ليرن. اما تو دي يعلم، يبقى انا عايز ايه، هي اتعلمت ان هي تقرا وتكتب. دكتور عائشه ووز سبيس هير ديجري ان 1939 اند زين جوينت ذا يونيفرستي ستاف A research assistant ك ك اس بقى. طيب يبقى دكتور عيشه ووز نقط، عايز يقول لي حصلت يعني، او منحت او كوفئت. فانا عندي awarded، rewarded، taken one. taken one مش معانا خالص عشان ده ليديو مع الجايزه. طيب الديجري بتاخد award، award، يبقى هي awarded، منحت، منحت درجه الدكتوراه او درجه الايه اللي هي خدتها. دكتور عيشه ووز سبيس از ا government inspector، طبعا ووز employed، وظيفت ك، وظيفت ك مفتش حكومه. دكتور عيشه جادلت من اجل نقط رول، رول عايزه هي دور بقى، يبقى دور ايه بقى للمراه؟ دور قلنا هنا اهو بوزيشن، شغلها في، لا شغلها على البوزيتيف الايجابي، انا عايز اقول ايه؟ دور ايجابي يعني. فين بوزيتيف؟ ايوه اللي هي ايه؟ اللي هي دور ايجابي لحريه الايه؟ لحريه المراه يعني وحقوقها وكده. دكتور عيشه زورك الشغل بتاعها which had taken up، اللي شغل كل حياتها يعني. many my students are usually، الطلبه بتوعي عاده، نقط of my work، عايز يقول هو ايه؟ يقدروا، يقدروا عملي. يبقى هم طالما عندي فيرب تو بي، يبقى عايز الصفه اللي هي تي في، تي اي في اي، ابريشيتيف، مقدرين لايه؟ لعملي. students، الطلبه should always be، لازم يكونوا دايما نقط towards their teachers، لازم يظهروا طبعا الاحترام. احنا فرقنا هنا respectful، ده يظهر الاحترام يعني، هي دي اللي عايزينها في الاجابه. respected يجي بعدها الشخص، respected man، respected teacher كده يعني، تمام. respect ده الفعل نفسه، يحترم. اما respectable تيجي بعدها ايه بقى؟ الحاجة اللي جاي منها، ريسبكتابل، جدير بالاحترام يعني، ريسبكتابل فاميلي كده، بيجيبها كده في الدرس، تمام؟ هنا يظهر الاحترام، يبقى ناخد ريسبكتابل. صاحبي مؤدب جدا، هو جاي من اهي فاميلي، يبقى اذا ريسبكتابل، دي اللي احنا بنقول عليها، تمام؟ يبقى دي ريسبكتابل. طيب، وي اول كلاب، كلنا سقفنا بقى، سقفنا ليه بقى؟ لما محمد صلاح، يبقى سقفنا بكذا، لما محمد صلاح جاب الجول، يبقى سقفنا ابريشيتابلي، بايه؟ بتقدير يعني، يعني ان احنا بنقدره على كده، ما عشان هنا في فيرب، الفيرب عايز ظرف، والظرف اخره اللي واي، تمام؟ هاو لونج ديد سادات نقط ايجيبت، هاو لونج ديد سادات نقط ايجيبت، طبعا هاو لونج ديد سادات جفرنر، لا انا عايز الفعل هنا، يبقى جفرن بس، جفرن، حكم. teachers have important، المدرسين عندهم ايه مهم في بناء الاجيال؟ طبعا رول، دور، بيلعبوا دور مهم جدا في بناء الاجيال. لطفيه النادي فلو نقط ان انترناشونال ريس فروم تشاينا تو اليكس، لا فروم كايرو تو اليكس، طبعا الست لعبت ايه يعني، راحت سباق كان سولو، سولو اللي هو ايه منفرد يعني وحدها. اتس فوربيدن، محرم جدا وممنوع انك تسوق العربيه من غير ما يكون معاك ايه، من غير ما يكون معاك لايسنس، الرخصه. اي فيسد ا لوت اوف تشالنجز، واجهت كثيرا من التحديات اثناء كارير، مهنتي بقى، لان هنا ايه بيتكلم عن مهنه حياه.
verses have words, ال verse اللي هي الآية أو البيت الشعري have words that space at the end. اللي هي بقى عايز يقول لي تتناسق تتناغم، يبقى أنا عايز الفعل هنا تتناغم مع نهاية كل الأبيات الإيه؟ الشعرية. بعدين it's necessary من الضروري not to know at rules. it's necessary not to break، من الضروري إنك أنت ما تكسرش القاعدة. تمام؟ بعدين يبقى بريك يعني ما تخالفش القواعد. ار احمد شوقي بومز، هل القصائد بتاع احمد شوقي تشالنج، هو هنا عاوز ايه؟ عاوز يقول لي هل هي حاجه تحديه انك تقراها يعني تشالنجينج. تمام. ايميلي ديكنسون واز جود ات بوث رايتنج، اند كانت كويسه في الرايتنج، اكيد طالما رايتنج يبقى معاها ايه؟ لا ده بيانو، يبقى معاها بلاينج ذا بيانو، عزف البيانو. معظم القصائد بتاعت ايميلي دي ويرنت نقط انتل افتر، يبقى ويرنت ايه؟ ويرنت ببلشت، ما اتنشرتش حتى كذا كذا. ماي فيفورت كذا از كولد اف اي كان ستوب، دي اسم قصيده يبقى انا هاخد بوم، اما لو اسم الشعر كنت خدت ده مثلا يعني يبقى ده اسم القصيده. بعض الناس بيعتقدوا ان الصن الشمس نقط سيمبل اوف اوبتيميزم، طبعا ذات ذا صن، صن ايه بقى؟ sunset ولا sunset، طبعا هو كده بيتكلم على ايه؟ على شروق الشمس، يبقى عايز sunshine، ما هو رمز بقى sunshine شروق الشمس. don't make noise ما تعملش دوشة، the baby is asleep، الطفل يكون نائم asleep. don't طبعا واحنا عارفين اللي هي خليتها حولتها يعني. I walked not the beach، مشيت عبر الشاطئ، نفس الموضوع تو انجوي عشان استمتع بالفريش اير، يبقى لونج المتصله مش المنفصله، المنفصله دي لا، المنفصله دي صفه، انا عايز لونج مشيت بمحاذاه الشاطئ. الدنيا الجو متاخر او الوقت متاخر، بط ذا تشيلدرن بس الاطفال لسه صاحيين، يبقى اويك لسه متيقظين. هي كوزد هير تو بي فراستريتد، هي بروك هير احبطها يعني احبطها وكسر ايه؟ كسر هار القلب بتاعها، يعني ايه اللي احنا بنقول عليها حطم، يعني حطم مشاعرها. تمام. بعدين رقم 26 قلناها 27، جود بيبول الناس الكويسه نيفر نوت زير بروميزز، ما بيخلفوش وعدهم، يبقى بروميز بيخلف بريك اللي احنا خدناها فوق، ما بيخلفش وعده. هو نوت ذا وورلد ريكورد، مين حطم الرقم القياسي؟ يبقى بروك برضو. تمام. دي بريك ماضي مضارع ودي ماضي. الجفرنمنت شوت بانش بيبو، لازم تعاقب الناس اللي نفس الكلام اللي بيخالفوا القانون، يبقى بريك برضو. تمام. تشالنجينج مينز انترستنج بط نقط تو دو، حاجه التحدي دي حاجه ممتعه بس difficult، صعب انك انت ايه تنجز فيها وتعملها. وات اي لايك اباوت، اللي انا بحبه عن كذا وعن الحاجه دي، يعني ان انا بقدر اختار الوقت اللي انا عايزه واختار الشغل اللي انا عايزه، يبقى كده الراجل ده بيتكلم عن الايه؟ عن الفريلانس العمل الحر. اي ام اونلي نقط 8 اورز ورك ا داي، يبقى بيشتغل يعني. تمام. اي ام عايز اي ان جي بعديها، طيب هنا بقى ورك بتاخد دو، يبقى دوينج. تمام. The problem المشكلة with being fair لكونك انت يعني عامل حر، انك انت don't always get not to work، ما عندكش حاجة روتينية بقى، ما عندكش ايه regular work، ما عندكش عمل في ميعاد معين، لا من لما يجي لك الشغل بتشتغل. I had to not a difficult decision، طبعا decision بتاخد ميك من غير كلام، ده موضوع ايه سهل. I can't carry not working for the same company، مش هقدر اشتغل. هو بيقول I can't ايه بقى؟ I can't carry يعني carry on، ان هو يتحمل او يستمر في العمل on يعني. تمام. في علشان ايه؟ salary منخفض، المرتب بتاعها قليل قوي. تمام. The best thing about working for، افضل حاجة عن العمل ده is that I can choose exactly which project to، طبعا البروجكت اللي هو عاوز ينفذه بقى، يبقى to take on يعني ان هو يتحمله او يقدر عليه، التيك اون اللي معانا في الدرس. فريلانس اكاونتنتس، المحاسبين بقى اللي هم بيشتغلوا اعمال حره، نقط زير اكاونتس، طبعا اكاونتس بتاخد دو، يبقى هاخد لها هنا ايه؟ دو. اي بارتيكولري نقط ذا تيتشر ادماير، اعجب بيه، انا معجب بالاستاذ اللي هو كفء ومهاره وكده يعني.
deadline موعد النهائي هو التاريخ اللي انت must finish، اللي انت تخلص فيه حاجة، اللي انت بتنهي فيه شغل معين. An odd person friendly likes to be with other people، عايز يبقى مع الناس التانيين، يبقى ده الشخص الايه sociable الاجتماعي. وفرقنا برضو ما بين ايه دي ودي. After walking for 2 hours، بعد ما مشيت لمدة ساعتين، I not really tired، عاوز يقول ايه حسيت بقى، I felt، شعرت بالتعب. People should get the space، الناس لازم يكون عندها نقط الحاجة الصح يعني بين الشغل وبين، يبقى لازم يكون عندها توازن بين الشغل وبين وقت الراحة. فين توازن؟ البالانس. تمام. I don't like work under stress، ما بحبش الشغل تحت ضغط، لا سيبني كده براحتي. Having too much coffee، كونك بتشرب قهوة كتير، can lead to stress، ممكن يقودك للتوتر. And نقط في sleep، طبعا ليك اللي هي دي نقص. تمام. دي قفل ودي حظ، لا انا عايز نقول دي بحيره، لا نقص. تمام. When you don't sleep، لما ما بتنامش كويس، you can feel، بتشعر بايه بقى طالما انت ما نمتش كويس؟ اكيد feel صفه، يبقى ايدي exhausted، منهك، انك انت منهك. تمام. جات في امتحانات قبل كده. A good director، المخرج الكويس او المدير الكويس، is the one who not his employees efforts، الراجل اللي بيهمل ولا بيقدر مجهودات الايه اللي شغالين عنده. One cannot drive a car، اللي ما يقدرش يسوق عربيه without a driving license، الرخصه طبعا. تمام. I know people who can turn a negative situation to positive، اللي يحول موقف من سلبي لايجابي، اتنين بيتخانقوا مع بعض يصالحهم ويظبطهم، يبقى ده حول موقف سلبي لموقف ايجابي، يبقى I admire، انا معجب بالشخص ده. دكتور عيش عبد الرحمن was not her degree، حليناها فوق طبعا، منحت او كوفئت بالايه بالجائزة بتاعتها. نقط someone who produces books، بينتج كتب بقى ونيوز بيبر ومجلات، يبقى ده الببلشر، الشخص الناشر. Some people، بعض الناس بيفضلوا يدمروا البيئة بان هم بيرموا الايه بقى، بيرموا الويست بالايه، النفايات، مش بالاي الخصر ولا ماشي. الرابعة اللي هنبدأ بيها بضمائر الوصل، إينشتاين شخص عاقل وبعدها فعل، يبقى هناخد هو، بعدين ذا دوج نقط نيم، هنا اسمين، يبقى هناخد هوز. ذا دراجز اللي هي العقاقير او المخدرات، حاجة غير عاقل، وجاب بعدها فعل، يبقى هناخد ويتش. رقم 4 سامح ذهبه، ويتسامح از فوتوغرافي، هي الفن التصوير يعني او الرسم الفوتوغرافي. هيز بندز موست، بيقضي فيها معظم الوقت، يبقى هنا الفعل سبند بياخد حرف الجر اون، يبقى مش هناخد ويتش بس، هناخد اون ويتش اللي فيها بيقضي، عشان الفعل اللي جاي متاخر ده بياخد اون. تمام. هل انت قضيت كل فلوسك اللي انا اديتها لك؟ طبعا الفلوس غير عاقل، يبقى عايزه ويتش. ما جابش ويتش الحلو، يبقى هياخد مين؟ زد. بعدين انا كنت عايز اشتري شنطه بس ما قدرتش الاقي اللي انا عايزها. بنفس الطريقه المره دي جايب لك ذات وجايب لك ايه وجايب لك ويتش. طيب يا ترى هو هنا جايب اي وونتد. طيب اي كودنت فايند وات اي وونتد، يبقى لا ويتش ولا ذات. اي وونت تو باي، كنت عايز اشتري شنطه بس ما اي كودنت فايند، اعرف ان قبلها فعل وات اي وونتد، وات اي قبلها فعل. تمام. وات اي وونتد. بعدين do you remember the time، انت فاكر الوقت، الوقت على طول، يبقى هنديله مين؟ when. the new manager، المدير الجديد، is nicer than the old one، افضل من القديم. نقط the staff disliked، يبقى المدير الجديد افضل من القديم. نقط the staff disliked، اللي الستاف كرهه. تمام. طيب هنا بقى هو مش جايب ليه هو بتاعت العاقل، خلاص ناخد هوم على اساس ان هنا جابها مفعول، يبقى فعلا هناخد ايه، هو مش جايب هو، يبقى هناخد المفعول ماشي، على اساس ان الفعل اهو. ذا بريزيدنت، وجايب بعديها اسم اللي هي برايفت، خاص، يبقى هنقول الجمله دي برايفت لايف، اللي حياته الخاصه، يبقى عايز هوز. The newspaper are، طب ليه هو جايب in whose، يعني هو هنا في whose وفي in whose والصفحة مش باينة، طب ده وقت الصفحة ما تبانش فيه يعني، ما احنا عايزين نأكد whose ولا in whose.
طب هشوفها في الكتاب وارجع لكم بقى. تمام، هناخد ان هوز علشان هو ما بيتكلمش عن حياته الخاصة، هو ده بيقول الرئيس اللي في حياته الخاصة بيحصل كذا كذا كذا، يبقى جوه حياته الخاصة. تمام، فعشان كده ايه رمالها ان هوز. بعدين بيبول انتو نقط كايرو افري، طبعا هنا المفروض عايز يقول الناس اللي بتسافر القاهرة كل يوم، فهو بقى شال الضمير الوصل وحذف الفيرب المساعد واشتغل على ترافلينج، يبقى الناس المسافره يوميا، استخدمها ايه كصفه ليها يعني، الناس المسافره يوميا. بعدين بيقول لي عمرو وحازم قضوا وقتهم كلهم بيتناقشوا نقط النيد زير ماذرز، والكلام ده ضايق امهم. ايه اللي ضايق امه، ايه اللي ضايق امهم؟ طبعا النقاش يبقى غير عقل، يبقى ياخد ويتش. تمام، ذا ستودنتس نقط فيلد فشلوا، طبعا فيلد ذا اكزام، يبقى هنا ستودنتس عاقل وجايب بعدها فعل، يبقى دي هتاخد هو عادي. تمام، ستودنتس هو. بعدين فين بتاعت ستودنتس دي؟ في هو اهي، ات سكول باص، سكول باص اتوبيس المدرسه از افيلابل، متاح نقط تيكس ستودنتس اللي بياخد، يبقى هنا الكلام مش على الطلبة، هو بيقول المركبة، يبقى عايز ويتش، ما جابش ويتش خلاص، يبقى ناخد البديل. مين البديل بتاع ويتش؟ زت، خلاص ناخد زت. بعدين هنا المعمل مكان الطلبة، يبقى هنا وير من غير كلام، ما هو بيقول لي هو المكان اللي بيعملوا فيه تجارب، ما جابش ان بقى ولا حاجة في اخر الجملة. ماي هوم تاون، المدينة بتاعتي از اسيوط، احنا قلنا لما نشوف فعل يبقى ناخد ويتش بدل وير، يبقى هناخد هنا ويتش لان لما نشوف فعل بعدها. تمام، بعدين ماي انكل وحط كوما وقال از ا مليونير اونز ا فيلا، عنده فيلا في القاهرة، يبقى عمه ده اللي هو عشان ذات ما تنفعش مع الكوما وهو مش جايبها اصلا. تمام، ايمان نقط سيستر، يبقى ايمان اللي اختها، يبقى ايمان هو السيستر، ايمان هوز سيستر. بعدين هنا اي ترافلد، انا سافر، اي اتشد افوت، وانا لصقت صوره الاسره بتاعتي تو ذا ايميل، نقط تو الايميل اللي اتبعت، يبقى هنا عايز يبقى هاخد التصريف التالت بس على اساس ان هو حذف ضمير الوصل وحذف الفعل المساعد معاه. ماي براذر ليفز ان سمول تاون، عايش في مدينه صغيره، نقط زير از نيو، يبقى حيث يوجد مكتبه ولا اللي يوجد فيها مكتبه، يعني هاخد وير ولا هاخد ويتش؟ طبعا مفيش حاجه معارضه لوير، وير موجود عادي، يبقى هناخدها وير، حيث يوجد بها مكتبه. ماي بين فريند، صديقي اللي انا اعرفه، نقط ليفز ان سويدن، طبعا هنا جايب عاقل وجايب بعدها فعل، يبقى هاخد ايه؟ هاخد هو من غير معارضة علشان جايب عاقل وبعدين فعل عادي. زمان نقط نيكست تو مي، الراجل اللي قاعد جنبي ده، يبقى فين فعل؟ حذفه خلاص، طالما حذف هو يبقى ناخد سيكنج بس. اكتوبر 73 والزمانس كان الشهر اللي انتصرنا فيه على اسرائيل او عدونا، طبعا وين ولا وين؟ بما انه شهر وفتره اكيد هو عايز وين، ومفيش معارضه ليها. بعدين هنا بيقول لي اي نيفر فورجيت ذا فود، انا عمري ما نسيت الطعام، عمري ما نسيت الطعام، نقط امبورت سعيد، لا الاولى لا، ويتش اي هاد ات، وبرده الثانيه لا، ما ينفعش يجيب ويتش ويجيب ات في نفس الوقت. اي هاد ات، طب انت طالما جبت اي هاد وفعل وفعل، فين ضمير الوصل؟ يبقى ات ملهاش لازمه، ما انت حذفته يبقى تحذف ات معاها، خلاص ناخد اي هاد بس الاجابه عشان تحذف الاثنين، اي هاد، يبقى حذفنا ويتش وحذفنا ات. تمام، وي ديدنت بيليف اول، احنا ما اعتقدناش كلنا، نقط ذا سيرفنت، ان الخادم هاد سيد اباوت ذا روبري لاست ويك، ما اعتقدناش كلنا ان الخادم هاد سيد، هو اول دي تتطلب وجود ذات، صح فاكرينها؟ خلاص يبقى هناخد ذات. Why do you blame for everything؟ ليه انت بتلوم لكل شخص؟ طبعا هنا كل شيء، سوري، فطبعا هنا هناخد ذات مش هناخد ويتش، لان كلمه everything اصلا متعلقه بذات، فعشان كده ذات اولى. He made a shameful mistake، هو عمل خطا يلام عليه، يعني خطا خجول شويه. طبعا اللي ليه هو اعتذر، يبقى اعتذر بياخد حرف الجر فور، خلاص يبقى فور ويتش. تمام،
بعدين بيقول لي I had an uncle in Germany، أنا عندي عم في ألمانيا. نقط I inherited اللي أنا ورثته، ورثت عنه يعني شوية money. فطبعا يبقى هو ورث منه inherited from، يبقى from وعاقل، يبقى from وعاقل from whom، أيوة from whom اللي أنا منه إيه ورثته. تمام. I didn't understand إن إحنا لما نشوف فعل يبقى يجي بعديه what، I understand what. تمام. I really love the new Chinese restaurant، أنا بحب المطعم الصيني الجديد دوة. نقط we went to last night اللي رحنا فيه الليلة اللي فاتت، يبقى هنا بيتكلم عن المطعم بس ما حددليش مكان ولا حاجة، يبقى قصده which، يبقى عايز which. تمام. The reason why ده تعبير على بعضيه معروف قديم، reason بتاخد why. He has lots of money، most of معظم الماني غير عاقل، يبقى نديله ويتش. تمام. طب ما ادينالوش ليه ذات، لان التعبير اسمه موست اوف ويتش على بعضيه، موست اوف ويتش. تمام. بعدين اللي هي كان اصلها موست اوف زم يعني، بس بين الماني لا تعد. ذس از ذا مان، هو ده المان. نقط دريم، يبقى هوز هنا بقى اللي حلمه كان مش عارف ايه. تمام. بعدين بيقول لي هي از ذا مان. نقط هاوس ذا جولري ووز ستولن، اللي في بيته الجواهر اتسرقت. from whose from whom from which، يبقى from which بقى اللي من بيته اللي من بيته الجواهر اتسرقت. تمام. بعدين the money الفلوس. نقط in the robbery was never found، الفلوس اللي اتسرقت من في السرقة يعني was never found، عمرها ما اتوجدت. يبقى ناخد التصريف التالت بس على اساس انه حذف وحذف الفعل المساعد، ما هي دي مش هتنفع. تمام. ما هو قلنا في الحاله دي هنختار يا واحد يا ثلاثه، فطبعا ما فيش ثلاثه خالص، ثلاثه لانك انت تختار which و was وتصريف تالت مثلا يعني. تمام. طب ما فيش ثلاثات خلاص، يبقى نختار واحد اللي هو التصريف التالت. تمام. The road الطريق. نقط the two villages is very narrow. هنا بقى ممكن ناخد الاي ان جي على اساس برضو الطريق المنضم او المجاور يعني. تمام. طيب ماشي، قبل ما نخش على يونت خمسة والله يلا نخش على طول. I am waiting for three friends، انا مستني ثلاثة صحابي. نقط of them are late، يبقى كده عايز يقول لي كلهم متأخرين، بما انه هو منتظر الكل والكل ما جاش يبقى الكل متأخر. تمام. طيب يبقى هنا ما حددش اتنين ولا تلاتة، يبقى هنقول all of them، all of them كلهم. my sister and I اختي وانا twins توأم. نقط of us هنا حدد اتنين بالظبط، بيتكلم على هو واخته، يبقى هياخد both، both of us كلانا. you can buy a mercedes، يمكنك ان تشتري عربية مرسيدس او تويوتا. brand is good، طبعا هو هنا بقى عايز يقول لي البراند برضو دي ماركه معاهم طبعا، فاحنا علشان اور دي هنربط بايزر. تمام. يعني ولا واحده من دول هي اللي ايه اللي هتنفع معاه، فهناخد سوري ايزر يعني. تمام. بعدين اي لوكد فور امل اند حنان، انا بحثت عن امل وحنان. بط دايما مرتبطه بنيزر، يبقى هناخد نيزر، اعرفها كده على طول قاعده عامه، ولا واحده فيهم موجوده. طيب هي بوت تو نيو جاكيتس، اشترى اتنين جواكت جداد ودفع 300 جنيه. فور هنا بقى هتبقى ايتش، لان دفع 300 لكل واحد فيهم. تمام. يبقى ايتش اوف ذيم، دفع لكل واحد 300. بعدين بيقول لي ان اجيم، في اللعبه بتاعت التنس. ذير ار تو اور فور بلايرز، ممكن يكونوا اتنين لعيبه او اربعه. نقط بلاير هاز راكت، كل لاعب معاه لاعب معاه بتاع ده راكت مضرب، يبقى هنا هناخد اتش برضو على اساس ان كل لاعب مستقل هو اللي معاه الايه المضرب. زير وير فلاجز، في اعلام. فلاينج فروم اولموست، تقريبا نقط بيلدينج، عايز اقول في اعلام طالعه من كل مبنى. طبعا بما ان كلمه مبنى مفرد يبقى هتاخد افري، من كل مبنى. تمام. اول عايزه جمع واتش عايزه جمع وبوس عايزه جمع او مثنف، عشان كده بره اتش ممكن يجوا مفرد بس لما اقصد كل مبنى على حده. تمام. فطبعا هنا بقى بما ان مش كل مبنى على حده، انا بقول كل مبنى عموما، يبقى ايه هاخد افري. I didn't need all books، انا مش محتاج كل الكتب دي، عشان كده انا returned نقط of them to the library، يبقى رجعت ايه للمكتبه، رجعت طبعا افري. لا هاف ممكن، بس هنشوف ايزر اوف زيم برضه. لا خلاص، يبقى هي مفيش غير هاف هي اللي تنفع. تمام. نصهم، رجعت نصهم المكتبه. وي هاد ا جريت ويك اند، احنا كان عندنا ويك اند رائع يعني.
As the weather لأن الطقس كان perfect نقط days. الطقس كان كويس عايز يقول لي في كل الأيام تمام. طب هو قضى كام يوم؟ ويك إند نهاية الأسبوع. طب يبقى هنا ما حددش تمام، يبقى all تمام. The store has two lifts. The store المخزن فيه اتنين اسانسيرين يعني تمام. And نقط are out of order، والاتنين بره العمل مش شغالين، يبقى both. ما بيتكلم على اتنين بقى، يبقى both ماشي. I saw two films، انا شفت فيلمين، خلي بالك من التحديد فيلمين برضو. But I didn't like، بس انا ما حبيتش المرة دي either بقى. هو ما جابش اصلا both. either موجودة ايوه، بس انا ما حبيتش ولا واحد فيهم. طب ايه المانع من وجود ان احنا نختار neither؟ النفي. ما ينفعش اخد نفي مع نفي، فعشان كده هاخد ايه either، ما حبيتش ولا واحد فيهم. بعدين علي واسامة tried to open the cupboard، حاولوا يفتحوا الدولاب. بط نقط اوف زيم بط. قلت لك لما تشوف بط خد مين، يبقى هناخد نيزر تمام. نقط اوف زيز بيبل هاز بيبل جمع والفعل مفرد. ركز الله يكرمك، بيبل جمع والفعل مفرد تمام. يبقى اول مش هتنفع، لان اول لو كان الاسم جمع يبقى الفعل جمع، الاسم مفرد يبقى الفعل مفرد، يبقى اول بره. بوس مع زيز بره. each ممكن بس لسه هنشوف. every of ما تنفعش، يبقى هي each of people has some useful talent، كل واحد عنده موهبة وخبرة خاصة بيه. سارة sometimes feels as if she was working، كأنها بتحس يعني نقط minutes all day طول اليوم. لا هقراها تاني بقى دي. سارة sometimes سارة احيانا feels بتشعر as if وكأنها she was working تعمل كل دقيقة في اليوم، يبقى every بقى تمام. every موجودة و each مش موجودة هنا، ما احنا عايزين المفرد، يبقى each مش موجودة يبقى every. تعمل كل دقيقة. the teacher was sad، الأستاذ كان حزين. as نقط of the students، عاوز يقوله نقط الطلاب in his class were absent، لأن every مش هتنفع، each برضو مش هتنفع، هي half neither. طيب ماشي، مفيش دليل على دي، يبقى نص بقى، يبقى half، نص الطلاب سقطوا. we have he was thirsty، هو كان عطشان عشان كده شرب all the juice، كل العصير. هي ايه وقول اللي جايبها دي؟ لا هناخد all، دي معناها ايه محتوى كلي وكده، احنا هناخد all. if the box، لو ان الصندوق is heavy تقيل، you can hold it with not hands، يبقى each عشان تمسكه بكل ايد لوحدها. لا ثواني بقى، ايش ما بتاخدش جمع، يبقى both. هي كده صح، لان معروف الانسان ليه يدين فقط، يبقى both hands، بكلتا يديك، عايز يقوله كده يعني. دعاء doesn't like action films، ما بتحبش افلام الاكشن. يارا doesn't like action films either بقى، اخر الجملة either في الجملة المنفية. لما يبقى جملتين منفيتين بتيجي في اخر الجملة either، انا امال اقول either، نطقها either. طيب not of these two candidates has degree in English، عايز يقول لي كل من المرشحين دول معاهم درجة في الانجليش، بس فين كل؟ قول لا ما تنفعش، يبقى قصده ولا واحد فيهم بقى. طب استنى نشوف both of these two، لا هي neither، ولا واحد منهم معاها الدرجة العلمية. نقط member اسمه مفرد، تنفع معانا each وتنفع every، بس هندور بقى نشوف يا ترى هي حاجة للكل ولا حاجة خاصة بكل واحد على حدة. of the team is الفعل مفرد. given a particular job وظيفة معينة، يبقى each، كل واحد عنده شغلانة معينة هيعملها. I love this author، أنا بحب المؤلف ده. I have got not book she is ever written، طيب البوك مفرد يبقى أقول بره، بوس بره، يبقى كده ما قداميش غير every عشان الاسم مفرد، يبقى every تمام. التيتشر اسكت ذا ستودنت، طلب من الطلبه تو فايند ذا ميستيك، يكتشف الخطا. النقط سنتنس، طبعا اكيد في اول سنتنس، مش ده جمع، لا ده مفرد، يبقى اقول ما تنفعش. بص ما تنفعش، يبقى هي اتش برضو عشان ده مفرد تمام. معلش الساعه دلوقتي ايه 3:30 بالليل وانا بدات اهنج والله من الصبح يعني. طيب مش عايز اسيب الفيديو غير لما اخلصه. اي كانت ديسايد ويذر I can't decide، لو في حاجة قولوا لي في التعليقات برضو. I can't decide whether، مش قادر أقرر whether to go to Italy فرنسا، أروح إيطاليا ولا فرنسا وألمانيا، جاب تلات دول. المهم زي أر، يبقى كلهم حلوين بقى، يبقى أول واضحة دي بقى، كلهم إيه beautiful.
بعدين بيقول لي نقط اوف ذا دينتستس اطباء الاسنان از افيلابل متاح، وهنا جايب الجمع ماشي، ويتش وان دو يو وانت تو سي، يبقى عاوز يقول لي يا ترى كلهم متاحين ولا ايه بقى، وعايز تشوف انهي فيهم. طيب ماشي، قول مش هتنفع بره، بص مش هتنفع برضو، برضو افري مع الجمع، يبقى هي ايزر بقى، ايزر ايزر ايا منهم متاح، عايز تشوف مين منهم يعني. نوت اوف ذيم سيم انترستد ان اوفر، طبعا بص قول ايزر، طب ما ايزر ونيزر موجودين. طيب انترستد يبقى ولا واحد مهتم، ولا واحد مهتم بالعرض، يبقى نيزر، نيزر اوف ذيم، ولا واحد فيهم مهتم بالعرض او يبدو وكانه مهتم بالعرض. I give here not of the cheese sandwiches because I wasn't really hungry. I give here ايه بقى؟ none of، لا ده بيقول I wasn't، ما كنتش جعان، يبقى اداها النص، ما ينفعش غير النص، هنا بقى اديت النص عشان ما كنتش جعان، يبقى half. You can take either the apple or the orange. You can't have them both بقى، مش هما هنا حاجتين، يبقى both. تمام. I understand most، انا فهمت او understood، فهمت most of what they said، معظم اللي قالوه، but not every word. ايوه every هنا عشان مفرد، ولكن مش كل كلمة. during the war، اثناء الحرب، الميسلس وير بينج ثرون اون ذا سيتي، بيترموا يعني في المدينة، فروم نقط دايركشنز، فروم دايركشن مفرد مفيش اتش، خلاص خد افري وجري من افري دايركشن. افتر ذا روبري، بعد السرقة، بعد السرقة، نقط ذا سيفز، اللصوص جمع، وير كوت، اتمسكوا، يبقى دي بره، دي بره، دي بره، يبقى هي اول، اول كل اللصوص اتمسكوا. تمام. طيب نخش على الواحدة ستة بالمرة، يا رب يسر. it was not delicious cheese that delicious صفة واسم، يبقى هناخد such على طول، يبقى هناخد such ماشي. بعدين هنحلهم على السريع، معلش دول my father looks، يبقى هنا سو بقى علشان ايه، صفة، وزت على طول، يبقى دي الصفة. they worked so نقط زت، يبقى هناخد احنا الصفة اللي هي hard بس. تمام. بعدين بيقول لي she is not to turn off all the tabs before leaving. she طب too careful to ما بتجيش مع الصفات الإيجابية، دايما تيجي مع الصفات السلبية، يبقى enough careful، enough careful، sorry careful enough، enough تيجي الصفة قبلها، enough أصلا يجي بعدها الاسم وقبلها الصفة، يبقى careful enough. she was wearing، هي كانت لابسة elegant clothes that، يبقى اسم وصفة، يبقى هناخد such بس برضو. تمام such بس. he is keen to get keen يعني متحمس، keen يعني متحمس. he is keen to get a medical profession that he studies a day and night. طب ازاي دي بقى؟ فين زت يا جدعان؟ ما انا لو خدت تو هنا هتدي معنى سلبي، والمعنى السلبي مش هينفع، الراجل بيذاكر ليل ونهار، يبقى he is too keen to، يعني عايز اقول مش متحمس لدرجة ألا يحصل على دي، وعشان كده ده في زت جت هنا، ده في زت هنا. طيب هي enough بره وتو بره، يبقى سو، بس مالها الجملة غريبة كده، هي السو، عشان يقول لي متحمس جدا، يبقى هو خدها وعليه متحمس جدا ان يحصل على الدرجة العلمية لدرجة ان هو عم يبقى سو فعلا، يبقى هي فعلا سو. تمام. انا امال اقول سو ازاي؟ مفيش ذات تتالي ذات موجودة ورا. طيب ذا باص از نوت اولد تو، اهي دي ماشي صفة سلبية، يبقى تو اولد تو، الاتوبيس قديم مش هيقدر يسافر كتير. بعدين I was once، أنا كنت once، I was once نقط to run a very long way. I was once نقط to run a very long way. I was once I was once. طيب ماشي، معلش الجمل دي عايزة تركيز. I was once دي to fit to run، يبقى fit ما تجيش مع to علشان صفة إيجابية، يبقى ناخد fit enough. fit enough ما دي بره الحوار، يبقى fit enough،
fit enough، انا ما كنتش قوي كفايه او لياقه بدنيه كفايه ان انا اجري ايه طويل يعني بطريق طويل. I was not tired. I was not tired that. يبقى هنا صفه سو على طول علشان ايه؟ علشان موجوده مين؟ موجوده صفه واحده يعني. بعدين it was not important lecture، محاضره مهمه ذات، يبقى هنا such بقى، يبقى هنا such. تمام، لان محاضره مهمه جاب الاسم وجاب الصفه. تمام، طيب هو جايب هنا such وجايب such an وsuch a، هي دي بدأ متحرك وهنا دي مفرد، يبقى such an، such an، and such an important. ستة وسبعين، he is not to go out to buy food for himself. طبعا he is يبقى تاخد تو صفة تو tired تو عشان تعب صفة سلبية، يبقى تو tired تو. he speaks not rudely، هو بيتكلم بوقاحة لكل الناس وكل الجيران اتجنبوا يقعدوا مع عيلته، يبقى هو كده الوقاحة دي برضو في ذات موجودة. نفس الجملة اللي حليناها وقفت معانا، يبقى هناخد صوب وقاحة جدا مع كل الجيران لدرجة ان هم عملوا معاه كذا وكذا. الكينج ووز نقط تو ميت مستر سندل ان ذا فورست، في الغابة، بيفور ذا كورنيشن، قبل التتويج، يبقى كان كان لاكي انف، لاكي انف الصفة قبليها محظوظ كفاية. هي هاز جوت نقط ليتل بيشنس ويز تشيلدرن ذات، يبقى ذات موجودة وليتل بيتش وليتل بيشنس اسم وصفة، اسم وصفة. تمام، اسم وصفة ويز تشيلدرن ذات، يبقى هناخد سو بس برضو، سو بس برضو. تمام، ات ووز نقط بيج بارتي، كانت حفلة كبيرة ذات. It was not big party that I couldn't speak to half of the people there. It was اللهم صل على سيدنا محمد. big party هنا اسمين عادي، يبقى هناخد لها such، يبقى هناخد لها such وبارتي مفرد، يبقى such a، such a. بعدين the bank was crowded too، يبقى too crowded too عشان صفة سلبية، too crowded too عشان صفة سلبية. بعدين the rucksack اللي هي شنطة السفر يعني isn't نقط to get، يبقى isn't ايه؟ isn't big enough، ليست، عشان ما ينفعش النفي مع تو، يبقى isn't big enough مش كبيرة تشيل ده كله. تمام، I am not off the long walk to school every day that I wish I could have a car، يبقى عاوز يقول انا تعبت من المشي كل يوم، انا بقى مليت وعايز عربية، يبقى so tired، so tired، so tired اوف كذا 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 ذات عايز كذا. تمام، يبقى هو بيجيبها، خلي بالك من الجمل الطويله دي. شي سبيكس، هي بتتكلم نقط جود انجلش، بتتكلم نقط جود انجلش ذات سو جود. لا سو جود مش ماشيه معاها، ده هنا عايز سطش بقى، بس هنا الانجليش ماده خلاص ده هيخرج بره العدد، يبقى هنقول ساتش، ساتش بس. هو اصلا مش جايب ساتش ايه، انا عمال ادور على ساتش ايه وهتاخد ولا مش هتاخد، هو مش جايب، يبقى ساتش بس. علي's father always says that he is، علي's father والد علي بيقول ان هو، he is not young، يبقى تو، تو يونج تو اندرستاند. لا تو يونج، ايوه طبعا، صغير لدرجه ان هو مش هيفهم السياسه. ماشي تمام. الجايد didn't speak، المرشد ما تكلمش، المرشد ما تكلمش نقط for everyone to hear، يبقى عايزين enough والصفه قبلها. طيب loud enough، بس speak عايزه ظرف فعلا، يبقى loudly، loudly enough. ماشي loudly enough عشان الفعل بياخد ظرف بقى مش هياخد صفه. الميوزك ووز نقط loud، عاوز يقول كان صوتها مرتفع، يعني كان صوتها مرتفع اكتر من اللازم. that you could hear it from miles away، طبعا so loud that، so loud that. I had not big breakfast that I didn't eat anything else for the rest of the day. I had big breakfast، ادي الصفة موجودة وbreakfast الاسم موجود والدنيا حلوة وهو مفرد، يبقى such a، such a. بعدين in winter في الشتاء، it is in winter في الشتاء، it's not cold to stay outdoors. in winter في الشتاء، it's not cold to stay outdoors especially at night، خصوصا في الليل.
يبقى enough cold بقى enough، بس enough ما بتاخدش الصفة بعدها، يبقى too cold too بارد جدا لدرجة انك ما تقدرش، يبقى too هنا تمام. fortunately لحسن الحظ the table الترابيزة was not for all people was big enough، كانت كبيرة لكل الناس ان هي تقعد عليها. بعدين I have got، I have got نقط many things اشياء كتيرة to do. طب احنا قلنا لما نشوف مني ناخد so على طول تمام، علشان هي بتيجي مع جملة العدد الحاجات المعدودة يعني أيوة many أو few. بعدين we have نقط a good time، إحنا عايز يقول قضينا وقت كويس، good time ما يتعدش، يبقى such such بس أو مش جايب حاجة تاني، such بس أهو. بعدين will the stadium، هل الاستاد بي نقط to have يبقى كبير كفاية، يبقى large enough large enough large enough تمام. ما خلصوش، يلا بقى بيقول ايه بقى، انا هسيب التست كده كده نجيب واحده باذن الله. يو توك نقط فاست ذات، يو نقط يبقى سو فاست ذات، سو فاست ذات علشان ايه ادي الصفه وادي ذات، سو فاست ذات. ات ووز نقط هيربل ويزر، اسمين اسم وصفه، يبقى هناخد ساتش، يبقى هناخد ساتش. ان كده كده مش هتنفع. بعدين شي ووز، شي ووز تو ليسن، تو ليسن انجري صفة سلبية، يبقى تو، تو صفة، تو المصدر، تو انجري، تو ليسن غضبانة لدرجة ان هي ما سمعتش كذا كذا. ذا لايت وزنت شاينينج، والضوء ما كانش بيشرق، فور اني وان تو نوتس ات، وزنت شاينينج يبقى كافي هنا، وزنت شاينينج يبقى عايز كافي. طيب هنا في فعل يبقى ظرف، يبقى هناخد فين ال واي، برايتلي انف، برايتلي انف. ذا كويستشن ووز، السؤال كان نقط صعب لكل الطلبه، ان سيت فور ذا اكزام تو انسر، لمجموعه من الطلبه عشان يجاوبوه، يبقى سلبي، يبقى تو ديفيكالت، تو ديفيكالت فور ذا ستودنت تو انسر، محدش جاوبه. بعدين ات از، ات از يوسفول بوك، ده مفرد، يبقى ساتش ساتش تمام. ات ووز نوت اميزنج بيرفورمانس، برضه نفس الكلام، بس المره دي عشان دي بدا متحرك ناخد ساتش ما تنسوش بقى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه، دعوه حلوه كده، بس شيروا الفيديو على زميلكم. السلام عليكم ورحمه الله. تمرين الجرامر لونج مان جرامر، بيقول لي ماي انكل ليفز ان ان المحله، عايش في المحله، نقط از المحله مكان، فانت هتجري على وير، بس اتفقنا ان جت از باخد ويتش او جه بعدها فعل عموما يعني تمام. مستر ايمان او مسز ايمان هاز جوت هير فلوفسي دكتوريت، خدت الدكتوراه في الفلسفه، نقط وي اول اللي احنا هنيناها عليها يعني، فانا عايز اقول اللي عليها هنيناها، يبقى اون ويتش عليها، هنيناها عليها تمام. شيكسبير ووز جريت بلاي رايت، كان كاتب مسرحي، نقط بلايز مسرحياته، يبقى هوز اللي مسرحياته، عشان الفعل موجود اللي هو اراه تمام، يبقى دي معناها هنا مسرحيات، يبقى اللي مسرحياته. اي دونت بيليف وات هي سايز، قلنا لما نلاقي فعل على طول قبل النقط يبقى اذا ده عايز وات، انا مش مصدق اللي قاله، ما قاله كده يعني. ذا 6 اكتوبر 1973 ووز ذا داي، كان اليوم، نقط المصريين او قوات مسلحه هزمت اسرائيل، الحمد لله. طبعا اللي في اليوم ده، اللي في اليوم، طب اللي في اليوم يبقى ان، بس اليوم بياخد اون اصلا، يبقى انا هاخد اون ويتش، مش اليوم بياخد اون ايام الاسبوع. مستر عادل نقط از، طبعا هو جايب ذاته هو، وجايب كوما، الكوما تطلع ذاته وناخد هو، يبقى مستر عادل هو. وي شود اول اونر زوس، يجب كلنا ان احنا نتفاخر ونتشرف بهؤلاء الذين بيبذلوا قصارى جهدهم ليخدموا البشريه، يبقى اللي بيخدموا البشريه ناس عاقلين، يبقى هو برضو تمام. I don't really know نقط my neighbor will come back from Italy، يبقى انا مش عارف امتى بقى هيرجعوا، يبقى دي متى بقى تمام، يبقى when. The electric machines، الالات الكهربائية، نقط in Japan، عاوز يقول لي اللي اتصنعت في اليابان، في الحالة دي احنا قلنا ناخد واحد يا ثلاثة، ما عندكش الثلاثة، عندك واحد بس، خلاص يبقى هو التصريف التالت تمام. وضحناها قبل كده كتير، ووضحناها واحنا بنشرح دلوقتي برضه. I am sorry، أنا آسف، نقط happened، أنا آسف، عايز أقول إيه اللي حصل بقى يا جدعان، يبقى what happened، معروفة بتاعت what happened دي. مستر أكرم is a generous، هو الراجل الكريم، يعني أكرم وكريم، هو الراجل الكريم اللي بيته we had lunch yesterday، عايز يقول اللي اتغدينا في بيته امبارح تمام. طيب هو هنا أنا عندي عايز هوز، طب هو جايب هوز وجايب إن هوز، طب احنا اللي بيته اتغدينا ولا اللي في بيته اتغدينا؟ في بيته، يبقى ان هوز، ان هوز خلاص.
his book بدل يتكلم وحش عن الاستاذ نقط made me angry. خلي بالكم بقى، اتكلم كلام وحش على الاستاذ اللي خلاني غضبان. الاستاذ اللي خلاني غضبان ولا اللي اتكلم اللي خلاني غضبان ولا الكلام اللي اغضبني؟ ها الكلام. تمام، يبقى اذا هنا انا عايز which. تمام، which بقى. بعدين the early morning في الصبح بدري، وقت الصبح بدري هو افضل وقت بمارس في رياضه. ان يا ريس يبقى which، تلغي وين على طول مع ان تايم بتاخد وين، بس وجود ان خلاص يبقى حول وين لwhich. لحسن الحظ I found the mobile، لقيت الموبايل. الموبايل ايه اللي بقى، ايه اللي فقدته؟ هو بيقول كده بقى. تمام، I found the mobile، I had lost it. مش هينفع اجيب it مع، مش هينفع تطلع it. طب I had lost بس ممكن تنفع يكون حذف ضمير الوصل. which I had lost it ما ينفعوش الاتنين مع بعض. طب ذات كل حاجه فيها it مش تنفع، يبقى I had lost بس. تمام، المانجر ويز، حرف الجر طبعا بيسبق هوم على طول، يبقى ويز هو ماي ورك، اللي معايا انا بشتغل. تمام، طيب الصفحه المقلوبه دي. My school is مدرستي تكون كذا، a kilo from مدرستي is عايز يقول المسافة يعني. كيلو خلاص معروفة، يبقى دي ايه؟ is half a kilo، عشان هنا الاجت قدام كيلو يبقى half a kilo. تمام، not cars have wheels، كل العربيات فيها عجل. طب وايه المختلف في كده؟ قول من غير كلام، انا بتكلم عن كل العربيات بقى شوية. ايه اليوم بقى اللي هو ذا 15 او ذا 16؟ نقط از ذا اتس ذا 17. طيب 15 و 16 طلعوا غلط، وهو طلع يوم 17، يبقى نيزر بقى. نيزر اللي يبقى لا ده ولا ده، ده طلع 17. تمام، I will do I can to help you، هعمل كل اللي اقدر عليه. بنقولها كده، يبقى اقول I can، هعمل كل اللي اقدر عليه. I go to school library every week، a week مفرد، يبقى هنا بروح المدرسة كل اسبوع. not my parents، parents جمع. تمام، parents جمع. prefer living in the country، جمع اتنين يعني، فالاتنين بتيجي مع both و each، جايب هو each وجايب ايه both. بوث كلا والدي، ولا كل من والدي، هتقولي الاثنين في العربي صح، بس دي كل واحد لوحده، لكن دي الاثنين مع بعض، خلاص الاثنين مع بعض يبقى بوث. تمام، نقط زم، زم عايزه اوف، يا اما نيزر اوف يا اما اول اوف، مش هينفع دول. طيب نقط زم وير ليت، كانوا متاخرين. نو no وان، انا عندي نفي، يبقى نيزر تطلع، يبقى هي اول اوف، اول اوف زم، كلهم كانوا متاخرين ولا واحد وصل بدري، يبقى هنا اول. شفتوا استنتجتها ازاي؟ نقط براذرز جمع، البراذرز جمع دي يبقى اتش هتبقى بره، ايزر برضو هتبقى بره، نيزر هتبقى بره، بوث مفروض بوث هي اتنين او اكثر يعني، بس هو ليه؟ طب نقرا الجمله. براذرز ار هايلي كواليفايد، مؤهلين، عايز يقول كل من اخويا يعني، مش كل الاخوات بقى، لا ده اخويا مؤهلين. وان از تيتشر، واحد مدرس، والتاني صح كده، يبقى بوث من غير كلام، ما هو اتكلم عن واحد واتنين، مهندس ومدرس، يبقى اتنين، يبقى بوث على طول. تمام، احنا شفنا لما ما كملناش الجمله اتلخبطنا. اي اسك تو بيبل، انا سالت او طلبت من، سالت اتنين شخصين من الناس ان هم يوروني الطريق للكايرو تاور، لبرج القاهره. بط نقط كود هيلب مي، بط تناقض، التناقض بيمشي على طول مع نيزر، يبقى ولا واحد ساعدني، يبقى نيزر، في نيزر بقى الاخيره. تمام، علي couldn't decide، علي ما قدرش يقرر. which of the two، خد بالك تو، which of the two t-shirts to buy، مش عارف يشتري انهي واحد فيهم، الاثنين عاجبينه، الاثنين التيشيرتين. تمام، هو حب الاثنين، يبقى بوث برضه. تمام، in a basket match، في ماتش الباسكت كل فريق لازم يكون فيه ايه؟ لازم يكون فيه خمس لعيبه، واضحه دي ان هي هتبقى ايه؟ هتبقى ايتش، علشان كل فريق مستقل، كل فريق في خمسة، حتى لو كانوا 1000 فريق لازم كل فريق خمسة، يبقى كل فريق لوحده. تمام؟ every team has 5 player، every team لما اتكلم عن ايه بقى؟ فهنا لما ما بيتكلمش عشوائي يعني، اصل هو لو خلي بالك هي every قريبة وايتش ماشي مظبوطة، بس لو هو بيتكلم على عشوائي يعني ما قال ان باسكت بول، في كرة السلة، يبقى كنا هناخد every. طب ايه الفرق بقى؟ لما قال لي ان باسكت ماتش، يعني في ماتش الباسكت معروفه فريقين بس، فريقين، يبقى كده كل فريق. تمام، عشان كده الفرق يعني.
Do you want to? انت عايز بقى ايه، شاي ولا كافي؟ قال له نقط I don't mind، يعني كلاهما انا مش ممانع، عايز اي حاجة انا مش ممانع اللي عندك يعني. فكده يبقى either بقى، تمام؟ سواء ده او ده انا مش ممانع. السعر بتاع التو، خلي بالك الجاكيتين دول معقول يعني، not is expensive، يبقى طالما معقول يبقى ولا واحد فيهم غالي، تمام؟ يبقى هو هنا عايز ايه؟ عايز نيزر، كلاهما مش غالي، لا ده ولا ده، تمام؟ My brother spends، بيصرف نقط تايم، تايم هاف على طول، نص وقته، تمام؟ طب ممكن تبقى كل وقته وما مش جايب اول تايم، تمام؟ I don't like نقط of the trousers، trousers البنطلون، تمام؟ فأنا مش حابب، both are old fashioned، كلاهما موضة قديمة. طيب يبقى هنا بقى ايه؟ مش حابب الايزر، سواء ايه لا ده ولا ده، تمام؟ ايزر هنا اهو، تمام؟ I am not to go to the cinema، I am not to go to the cinema. To go to the cinema. I am too busy to. دخل على الوحدة اللي بعد كده. Too busy to go to the cinema. ولا طبعا أكيد هتبقى هي. أكيد هتبقى too busy to اللي هي دي. ليه بقى؟ لأن هو صفة busy صفة سلبية، مشغول يعني، تدي معنى إن أنا مش هنفذ الحاجة عشان أنا مشغول، يبقى عشان كده خدنا to معاها. My brother is careful careful enough. حريص بدرجة كافية أن يتجنب إن هو يعمل أخطاء قبيحة. نعدل بقى زي ما احنا عدلنا هناك. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ من 33 الجملة. They are not throwing short stories that I read them twice. هنا في ذات، وده يعتبر كله اسم بس وصفه، يعني جاب لي short stories حاجة واحدة. جاب معاها ايه هو بقى؟ جاب هنا الاسم جمع، تمام؟ واسمه صفة، اسمه صفة وجمع الستوريز، يبقى مش هناخد ساتش، هناخد ساتش بس علشان ايه؟ اسمه صفة. Are you not to do this job? Are you experienced enough? Are you enough experienced? Are you too experienced? لا مش هتنفع تو علشان ده صفة ايجابية، تمام؟ يبقى هي enough experienced enough. هل انت خبير بدرجة كافية ان تفعل كذا؟ It was nice weather. Nice weather اسمه صفة، يبقى such، مفرد يبقى such a، بس الطقس لا، يبقى such بس، يبقى such بس علشان الطقس لا، مفيش طقسين ثلاث طقسات. I can't carry the box. It's too heavy to، مصدر بقى to carry، مصدر. The party was interesting. الحفلة كانت رائعة. It's a نقط بيتي. It was interesting. It's نقط ابيتي، وعايز ا مع ابيتي دي، يبقى ساتش ا على طول. ما انا مش هقدر اقول سو بيتي، ساتش ابيتي ذات، عشان ايه؟ ده تعبير، ده تعبير عشان الصفه سبقت هنا اللي هي انترستنج. ساتش ابيتي ذات. 38. Why couldn't you solve؟ ليه مش قادر تحل المشكله؟ Because it was not complicated، يبقى عايز اقول معقده قوي، يبقى تو بقى للغايه اكتر من اللازم. The sea is not that. هنا يبقى ايه؟ عايزين سو الصفة، يبقى سو كولد علشان في ذات لوحدها، تمام؟ عمر is never not to learn. عمر is never to learn، يبقى هنا بيتكلم على توتو. never to old to learn، never to old to learn. ايوه ان هو ايه، مش كبير قوي يعني. العملة المعدنية ده is not to keep in the museum، عايز يقول قديمة كفاية يعني، قديمة كفاية، يبقى old enough، تمام؟ ان هي تتحط في الايه؟ في المتحف. مستر امين از سبيس اونست مان، اونست مان، اونست مان اسمه صفة، يبقى ايه؟ يبقى such، such، وكمان عندي such a علشان ايه؟ علشان مان مفرد، بس بما ان اونست بدأ بمتحرك ال H silent ال O، يبقى such an honest، يبقى an هنا. I am sorry I don't have، انا متأسف ما عنديش نقط money، يبقى enough money، حتى دي معروفة ومشهورة enough money ديت. The lesson is too difficult. الدرس ده صعب قوي. This means ده يعني اني so difficult but I can't understand. So difficult so I can't understand. ايوه هي دي. هو too اكثر صعب اكتر من اللازم عشان افهمه، يبقى انا كده ما فهمتوش، يبقى so I can't كده انا ما قدرتش افهمه، لان انا شايف كان كان كان، لا مش كان، هي كانت. وصلت؟ 45 بيقول لي who's why ولا ايه؟ Why didn't you attend the party? ليه ما حضرتش الحفلة؟ قال له because I was too busy.
طب هو ما جابش تو بيزي، يبقى سو بيزي. ولا تزعل يا سيدي، سو بيزي، مشغول جدا. تمام. طيب ده كانت اخر ايه، كانت اخر حاجه في اللونج مان. هنشوف الامتحانات السابقه بتاع السنه اللي فاتت على الجرامر. نيمز اكتور، سمي لي الاكتور. نقط بليز، اللي مسرحيته بليز صلاح الدين، يبقى طبعا لا ده مش اللي مسرحيته بقى، ده اللي لعب دور صلاح الدين، يبقى ده هو عاقل اللي لعب دور صلاح الدين. هي لوست ذا بوك، هو فقد الكتاب. نقط هيم لاست ويك، الكتاب عاوز يقول اللي انا اديته له اللاست ويك الاسبوع اللي فات، يبقى ايلنت بس، ايلنت حذف ضمير الوصل. It said he was a man، لقد قيل انه رجل. نقط to have، to have هو الرجل عاقل، هو appeared يمشي، he لا، that appears. It is said that he was a man ماضي، يبقى دي مش تنفع، يبقى هي هو appeared، هو appeared. تمام، عشان الماضي. I meet the doctor، قابلت الدكتور. نقط car، يبقى هوز اللي عربيته حصل فيها كذا. The teacher، نقط students، يبقى هوز برضه الأستاذ اللي طلابه، يبقى هوز. I know، نقط he married here for her money، أنا عارف هو اتجوزها ليه، يبقى لماذا هنا بقى؟ ليه فلوسها، يبقى فلماذا؟ why. تمام. بعدين the manager، المدير. نقط secretary، المدير اللي السكرتيرة بتاعته، يبقى هوز برضه. تمام. البطارية هتفصل ولا إيه؟ هنلحق نخلص ان شاء الله، احنا عندنا التيست هنقوله برضه. دكتور مصطفى، نقط بوكس، ولا ذا مانجر قلناها خلاص. دكتور مصطفى بوكس ار، يبقى هوز برضه. دكتور مصطفى اللي كتبه، اللي كتبه. تمام. بعدين I saw my old friends in the garden، في الحديقه. نقط يبقى وير، اين الحديقه اللي تعودنا نلعب فيها لما كنا صغيرين، يبقى وير. He left for Luxor، الراجل سافر يعني وغادر Luxor. The city، المدينة اللي عايش فيها، المفروض وير، بس ان في اخر الجملة تلغي وير وتخليها which. تمام. طيب تعالوا بقى على التست. بيقول لي scientists can play a، العلماء بيقدروا يلعبوا ايه بقى؟ رول، اللي هي دور بالاو، بيلعبوا دور فعال، دور مؤثر، دور كده يعني. نقط is an official document، وثيقة رسمية، which gives you، بتديك الاذن انك انت تعمل حاجة معينة، يبقى دي الرخصة، license. ثلاثة his talents، المواهب بتاعته، are not fully كذا in that company، في الشركة دي، مش يبقى هو مش مقدر، مش مقدرينها له يعني، appreciated، مش واخد حقه يعني، ما بيقدروش الشغل اللي بيعمله. دكتور زويل was an، كان an internationally، نقط scientist، احنا قلنا عالم ومدرس، بتاخد الاي دي، يبقى respected. I found university work، I found، لقيت شغل في الجامعة very difficult، شغل الجامعة صعب جدا، بس أصحابي كانوا دايما بيشجعوني بقى، encouraging، بيشجعوني على طول، مشجعين ليا. الفيلم بقى ده كان فاز بالجايزة، told the، نقط story of the victim، الفيلم اللي فاز بالجايزة بيقول القصة، بيقول القصة الإيه بقى؟ بيقول القصة اللي هي كذا، the victim of the world war، ضحية الحرب. يبقى ضحية الحرب دي بقى هتبقى ايه بقى؟ هتبقى moving، the moving story، عشان يقول المؤثرة قائمة المشاعر يعني. مايكل فليبس، الراجل ده the American swimmer، السباح المشهور يعني. نقط many world record، يبقى بريك، حطم بقى ارقام قياسية كتير، ما بيوقفش على حد بقى. Before the exam، قبل الامتحان، الطالب لازم يعمل ايه؟ Do يبقى revision، لازم يعمل revision. My boss's official space is a financial manager، مدير مالي، يبقى بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على التايتل بتاعه، العنوان يعني، اللقب بتاعه. سميرانس، بعض سميرة، والدي سميرة. نقط have meeting with the teachers، يبقى الناس ده اللي بيعملوا regularly meeting، اقفل الباب، meetings، اجتماعات. I missed the starting session، بيقول هنا فقدت الايه؟ فقدت السيشن، الجلسه يعني بتاعت البدايه، اوف ذا كونفرنس، في المؤتمر، اوف ماي بلان، از ماي بلان، لان الطياره ايه بقى؟ لان الطياره توك اوف، اقلعت. تمام. 3 ساعات متاخر.
It's advisable مما ينصح به to keep meat انك تخلي اللحمة ايه بقى from other food in the fridge انك تخلي اللحمة منفصلة separate منفصلة بعيدا عن باقي الاكل يعني. Electric wires الاسلاك الكهربائية are usually space and can be bent easily. الاسلاك الكهربائية تقدر تتنيها براحتك يبقى دي flexible مرنة يعني مرنة تتنيها تعملها ورده. افتر هي ريتايرد بعد ما طلع على المعاش جده وركت فور نقط اورجانيزيشن يبقى تشارتبل الراجل اللي اشتغل في جمعيه خيريه عشان قبل يعني بيحسن من ايه من حياته يعني على اساس بيعمل لله. وين ماي براذر لما اخوه ستارتد هيز نيو جوب بدا الوظيفه الجديده اول هيز نقط وير فريندلي يبقى دول زمايل العمل دول زمايل العمل اسمهم كولاجرز زمايل العمل. مستر عماد نقط هذا سترونج بيرسوناليتي هو اللي عنده شخصية قوية. البوليس اوفيسر نقط كار ووز باركت كار ووز اللي يبقى ظابط البوليس بقى اللي ايه اللي عربيته يبقى هوز. ماي براذر وينت تو الكسندريا يونيفرستي راح جامعة الاسكندرية حيث بقى يبقى هنا وير هي درس اللي ايه درس الادب. ذا جوب نقط شو ابلايد الوظيفة طبعا غير عاقل يبقى ويتش الوظيفة بس ده جايب حروف كار لا شو ابلايد از فيري يبقى فور الوظيفة اللي اتقدمت لها تمام. شم النسيم نقط از سليبريتد شم النسيم وايه اللي بيحتفل بيه يبقى ويتش عشان ده غير عاقل. طب ده معاد يعني ممكن وين لا نكمل. شم النسيم نقط از سليبريتد باي موست فاميليز makes the beginning of his لا ما بتكلمش عنه كوين لا which هي صح ما بتكلمش عنه كوقت. نقط Egyptians were pleased عايز يقول لي بقى كل المصريين ولا معظمهم كانوا فرحانين لما الفريق فاز او دخل went to لما راح كاس العالم طبعا كانوا فرحانين لما راحوا كاس العالم يبقى قول بقى كل المصريين كلنا بنفرح في الكورة. I couldn't choose between تويوتا ولا مرسيدس ما قدرتش اختار بين الاثنين عايز اقول حبيت الاثنين مع بعض طالما الاثنين مع بعض يبقى انت بتتكلم على بوث. حاولت اتصل ب اثنين او ثلاثة مرتين او ثلاث مرات بط نقط بس كل مرة في الاثنين يبقى اتش بس كل مرة منفردة كان بيحصل كذا. My uncle is always busy عمي دايما مشغول he's spends بيقضي نقط of his time traveling بيقضي ايه بقى يبقى عايزين نقول نص وقته في السفر نص وقته في السفر. سامح didn't pass the test ما نجحش في الامتحان and شادي didn't نفي ما ينفعش مع neither يبقى ايه يبقى either لا ده نفع ولا ده نفع تمام either سواء ده او ده يعني. they had not terrible fight اسم وصفة يبقى عايز such وبما ان fight اللي هو شجار او معركة مفرد يبقى such a such a. 27 he drove نقط ذات هنا عايز صفه بس كيرلس ظرف يبقى سو كيرلسلي ذات يبقى ما فيش اي حاجه تاني يبقى سو. الموبايل فون وزنت نقط فور مي تو باي وزنت يبقى ما كانش رخيص بالنسبه لي علشان اشتريه يبقى هنا بقى وزنت تشيب انف مش معايا فلوس بتاعته ما كانش رخيص كفايه. ذا هاوس از نقط فور هير تو ليف ان الون عشان تعيش لوحدها يبقى البيت كان ايه كان هنا مثبته صح سو لا ساتش لا تو هي يا تو بيج انف فور هير تو ليف ان الون يعني كبير كفايه ان هي تعيش لا متهيألي هنا ايه هنا عايز تو بيج فور هير تو ليف كان كبير عليها عشان تدي صفه سلبيه لان هو لوحديها عايشه لوحديها يبقى كلمه بيج هنا ادت المعنى العكس اللي هو السلبي. شي هاز نقط بريتي دريسز فساتين جميله هنا اسم وصفه يبقى ساتش وكمان دي جمع يبقى ساتش بس مش ساتش ايه تمام. طيب هقرا القطعة واقول لكم الاجابات وانتم بنفس الطريقة. طبعا الراجل بياع بيبيع مكانس كهربائية الفاكيوم كلينر فبيعدي على البيوت يعني علشان يعرض عليهم ايه المكنسة الكهربائية. فالمهم عدى على بيت الست دي بيت الست دي ما فيهوش كهرباء اصلا قعد يقول لهم قالت له يا عم احنا مش لازمنا ده مش عايزين الحاجة دي ما سمعش كلامها هي مش عايزاها عشان ما عندهاش كهرباء تشغلها. المهم بدا يقول طب اهو ارمي في الارض تراب اهي بتنضفه لو فضل تراب مثلا في الارض انا هاكله علشان يعني ايه لا لو عشان هو متاكد ان هي مش هتنضف كل حاجه يعني تمام. اول سؤال بقى الراجل البياع ده اخد الفاكيوم كلينر معاه ليه بقى عشان ينضف البيت ولا عشان ينضف التراب ولا علشان يوريها للزباين ولا علشان يصلحها طبعا شو ايه تو كاستمرز يوريها لمين للزباين تمام. طيب Why did the housewife الست بقى صاحبة البيت بقى seem surprised مندهشة ليه من السلوك بتاع البياع؟
علشان الراجل شاطر قوي، ولا عشان يتكلم بسرعه، ولا عشان الراجل رمى زباله وتراب على الارض، ولا علشان الفاكيوم كلينر كانت افكتيف مؤثره؟ طبعا عشان هو رمى زباله وحاجات على الارض عشان ينظفها بالمكنسه، فكانت هي مندهشه. طيب ليه بقى الراجل البياع قال ان هو هياكل اي حاجه المكنسه ما تاخدهاش من الزباله اللي رماها؟ ليه قال كده؟ يعني هو رمى زباله على الارض وقال ايه، لو المكنسه ما نظفتش ده انا هاكل اللي مش هتنظفه، تمام؟ فالمهم ايه بقى، يا ترى هو كان واثق قوي ان هي هتشتغل كويس؟ ايوه طبعا دي موجوده بالنص، ان هو كان واثق ان المكنه او الاله هتشتغل ايه كويس، تمام. بعدين ذا هاوس تولد، الهاوس تولد السيلز مان، الهاوس تولد السيلز مان، الست ربه المنزل اخبرت البياع ان هو كان بيضيع وقت. ليه بقى؟ شي didnt have money، معهاش فلوس، ولا ما كانتش مهتمه بالمكنسه، ولا جوزها ما كانش في البيت، ولا didnt have electricity؟ طبعا عشان ما كانش عندهم ايه الكتريستي، كهرباء في البيت، فانت هنشغلها على ايه ان شاء الله. الكلمه اللي تحتها خط demonstrate اللي هي يظهر او يعرض، طبعا تساوي ايه شو. في نهايه في النهايه بقى الراجل البياع لازم يكون ايه بقى، لا هو كان بقى ان ذا اند، في النهايه السيلز مان ماست هاف بين، اكيد كان ايه محبط، ولا مكافئ، ولا مسرور، ولا مندهش. طبعا الراجل كان disappointed، محبط عشان ما باعش طبعا، تمام. طيب هنا بقى بيقول لي واي ديد ذا مان سرو، ليه الراجل رمى زباله اون ذا، رمى زباله على، اللهم صل على سيدنا محمد، راحت فين؟ ايوه، وين ديد ذا مان سرو دي، ليه رمى القمامه على الارض بقى، تمام. تو شو ذيم، عشان يوريهم ذات ذا فاكيوم كلينر ويل كلين ات، عشان يوريهم ان المكنسة الكهربائية هتنضفها، تمام؟ طيب وات كان فاكيوم كلينر دو، هي بتعمل ايه؟ نقدر نقول له بقى ايه؟ ات كان كلين ديرت لايك ديرت فروم كاربتس فروم فلورز، بتنضف الحاجات دي. وات ميستيك، ايه الخطأ اللي تعتقد ان البياع وقع فيه؟ او الخياط عام في الفارم هاوس، ايه الخطأ اللي تعتقد ان هو مثلا، طبعا he didn't listen to the lady، ما استمع لهاش لما قالت له في الاول احنا مش عايزين، احنا ما عندناش كهرباء، ما فكرش في الكلام ده. did the vacuum cleaner، هل المكنسة الكهربائية work at last، اشتغلت في النهاية؟ طبعا no. ليه؟ because there is no electricity، عشان ما فيش ايه كهرباء. طيب why was، القصة بقى why was throwing water over Rasindel's the only way to wake him up، ليه كان ان انا ادلق ميه على وش راسندل عشان اصحيه تاني يوم بعد الاكل الكيك المسمم هي الطريقه الوحيده اللي تصحيه؟ علشان هو سمين، ولا الساعه كانت 5، ولا عشان هو سريع في النوم لان هو الاكل اللي بسبب الاكل الكيك اللي اكله، ولا because he was getting up by this way، ولا هو كان متعود على الطريقه دي؟ طبعا الاجابه هتبقى نمبر سي، ان هو ايه he was fast asleep، كان نايم قوي عميق يعني because of the cake، بسبب الكيك اللي ايه اللي اكله. طيب why didn't Sabt leave Rasindel alone whenever he went، ليه بقى سبت اللي هو الراجل الكبير يعني في الحراس اللي كان دراع الملك اليمين، فطبعا ليه ما كانش سايب راسندل؟ عشان يعلمه المهارات، ولا علشان يحسب اخطائه، ولا علشان راسندل couldn't make mistakes ما يرتكبش اخطاء، ولا عشان يحميه من الكينج؟ طبعا علشان راسندل كودنت ميك ميستيكس ما يرتكبش اخطاء، كل ما يجي يخطا يقول له لا دي لا دي اه كده يعني. هو ذا اونلي وان، مين الواحد الوحيد اللي ادرك ان الراجل اللي توج ما كانش الملك؟ توفام، ولا مايكل، ولا فلافيا، ولا المارشال؟ طبعا دوك مايكل هو اللي اتاكد تماما، لان هو كان مع الكينج، يبقى ده مش الكينج اللي توج ده، تمام. What did Freytas blame Rasindel for؟ Freytas لام راسندل على ايه؟ ان هو ادعى ان هو كينج، ولا ان هو ركب لوحده في الاولد تاون، ولا ان هو راح الكوتش في الستريتس وذ ذا برنسز، ولا هافينج، لا طبعا ان هو ركب لوحده في الايه في الجزء القديم من المدينه. في رايك بقى هل سبت كان محق ولا مخطئ لما ساب الكينج في السرداب ولما في السيلر يعني، ولماذا؟ طبعا هنقول he was right، كان محق. ليه بقى؟ هنقول له لما ساب الملك في السرداب when he left the king in the cellar as they couldn't take him unconscious، ما كانوش هيقدروا ياخدوه وهو unconscious، فقد ايه؟ الوعي. people will notice that، الناس كانت هتلاحظ الموضوع ده، تمام. why do you think، لماذا تعتقد getting a doctor to help the king wasn't something useful، هجيب له دكتور ازاي وهو فاقد الوعي اصلا؟ يبقى getting a doctor to help the king wasn't useful، هنقول له ليه بقى؟ هو بيقول لي لماذا تعتقد ذلك؟ هقول له ايه بقى؟
he couldn't do anything to the king. مش يقدر يعمل حاجة للملك. واقعد اقول له بقى لان الكوز بتاعه كان سيريس والنبض كان سلو بطيء اقول الكلام ده. تلاتة, how do you think Rassendyll, كيف تعتقد ان Rassendyll did the real king great favor, عمل للكينج مصلحة يعني معروف كبير قوي في الاولد تاون. طبعا هنقول له هي ميك ذا بيبل لاف هيم, دي اسهل اجابه تخلي الناس مثلا ايه تحبه, او ان هو هنقول له ايه, او ان هو نقدر نقول له هي ميد ذا بور بيبل تشينج ذير اوبينيونز, خلى الناس الفقراء تغير رايهم ان ذا كينج, في الملك. تمام. طيب المحادثه, باسل ميتس هيز نيبر, بيقابل النيبر بتاعه علي اوتسايد هيز هاوس. جود ايفنينج, جود ايفنينج, وير ار يو جوينج, رايح فين؟ قال له رايح للدكتور. طبيعي ان هو هيقول له ليه, صح؟ واي, ليه؟ قال له والله حاسس ان انا مش عارف مش كويس الايام دي, وانا لست على ما يرام, وعندي صداع و... وايه نيفر فيل فريش, حاسس ان انا مش فايق خالص يعني. فقال له طب دو انت بتتمرن ولا بتعمل حاجه في نهايه الاسبوع؟ اكيد هيقول له نو اي دونت. قال له نو اي ام بيزي, انت عارف ان انا مشغول, يبقى نو اي دونت, نو اي دونت. تمام. قال له ذات از واي يو دونت فيل, ده اللي مخليك مش حلو يا برنس. تمام. راح ساله سؤال, قال له ا بيرسون هو ووكس اول ذا داي اند دازنت تيك اكسرسايز شود في فول ال. يبقى هيقول له واي دو يو سي ذات, ليه انت بتقول كده, ليه بتقول, ليه انت بتقول السبب ده؟ هو قال له لهذا السبب انت حاسس انك تعبان. قال له طب انت استنتجت كده ازاي يعني, واي ديد يو جيز ذات, ليه انت خمنت كده, واي ديد يو سي ذات, ليه انت قلت كده؟ قال له لان الشخص اللي بيشتغل طول ما بيعملش تمارين لازم يقع في المرض, يبقى تعبان يعني. قال له ممكن يكون كلامك صح, طب اعمل ايه دلوقتي؟ تمام. اكيد هيقول له اتمرن مثلا. تمام. ممكن يقول له يو شود دو ا لوت اوف اكسرسايز, اعمل تمارين. لا 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 لا, ده قال له كوايت كواليتي تايم. يبقى هيقول له يو شود هاف كواليتي تايم, علامه التعجب دي معنى كده ان لازم تكون عندك الكلمه دي فوق, يبقى يو شود هاف كواليتي تايم. وقال له قصدك ايه بكواليتي تايم دي, انا مش فاهم. تمام. يعني هيقول له يو شود سبيند مور تايم تحت, قال له فاميلي وكم, يبقى يو شود سبيند مور تايم ويز فاميلي اند كومبانيونز اند ايه اولويز كومبانيونز, يبقى فريندز, خليها فريندز, family and friends, you should have time with family and friends, قضي وقت مع الاسره والايه والصحاب. قال له كلامك صح, الاسره دايما بيشتكوا بقى ان انا ايه, ان انا ما شغال على طول يعني. راح ساله سؤال كمان, فراح قال له اتس جود ايديا, فكره حلوه, اي هاف انتهاد تريب. فهيقول له بقى ايه رايك ما تروح لك رحله كده ولا بتاع. تمام. واي دونت يو تيك زيم, واي دونت يو تيك زيم, ليه ما تاخدهمش الرحله كده, عشان الرد دق على اقتراح. تمام. الترجمه بيقول له ايجيبت از اولويز براود اوف اتس prominent women, إن مصر تكون دائما فخورة بالستات البارزات, هنقول بنسائها, ما هنقول إيه غير كده, بنسائها البارزات, ماشي, بنسائها البارزات. Since they have played under, لا unrenable, ماشي ماشي, اللي هي ايه unrenable rules in the front, حيث انهم, يبقى هنقول ان مصر تكون دائما فخوره بنسائها البارزات الذين يلعبوا ولا يلعبنا, عشان دي ستات, يلعبنا ادوارا لا تنكر في مختلف المجالات, يلعبنا ادوارا لا تنكر في مختلف المجالات. It's not reasonable, ليس من المعقول, and criticism, أنك تنتقد everything, أنك تنتقد كل شيء بدون taking any positive steps, بدون اتخاذ خطوات إيجابية تجاه التقدم. تمام. أو نحو التقدم. يجد كثيرا من الناس صعوبة في تحقيق التوازن بين العمل وحياتهم الخاصة. يجد كثيرا من الناس صعوبة في تحقيق التوازن بين العمل وحياتهم الخاصة. هنبدأ نقول a lot of people, ناس كثيرة, find it difficult to, يجد من الصعب أن, طبعا balance, to balance, يتوازن على طول, balance, طبعا هنقول له balance إيه بقى, between work and their own life, between, بين work and their own life, تمام, حياتهم الخاصة. إذا استطعت أن تساعد إنسان أحيانا فأنت لا تعيش بلا جدوى. تمام. If you can help a human or an animal, أو a man or an animal, حيوان أو إنسان, you
don't live in vain. You don't live in vain. يبقى انت كده عايش بلا ايه؟ بلا جدوى. تمام؟ توفيق للجميع. ما تنسوش الاشتراك في القناة. شيروا الفيديو على كل زمايلكم علشان نخلص الست فيديوهات دول. كل فيديو فيه 3 ان شاء الله. وبعدين نحل البوكلت اللي ورا الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله.